طيب اهلا يا شباب، ازيكم؟ اتمنى تكونوا شفتوا المحاضره اللي احنا نزلناها على اليوتيوب. المحاضره المره اللي فاتت اللي احنا اتناقشنا فيها يوم الاثنين كانت بتتكلم على مجموعه من البني ادمين. مجموعه من البني ادمين دول قعدنا نقول ازاي ان الناس دي تعريف الارت بالنسبه لهم مختلف، ان ازاي ان في بعض الاوقات الارت كان بيدل على حياتهم والريل لايف حواليهم ومعتقداتهم الدينيه، وازاي ان هو مع الوقت الدنيا اختلفت، ما بقاش الفن لازم يبقى مفيد او يكون بيعبر عنهم، لا ممكن يكون الفن بيعبر عن اشخاص زي ما حصل في المودرن تايمز. هم نفس الناس دول هنكمل الكلام عليهم النهارده، بس هنكمل الكلام عليهم في موضوع تاني. الاول عشان نفتكر، احنا ده كل مره في الدسكشن بنقسم الدسكشن لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني انا بدي سمري سريع 10 دقائق على المحاضره كلها، باعتبار ان انتم المفروض شفتوها على اليوتيوب. الجزء الثاني من المحاضرة بيبقى أسئلة وأجوبة للحاجات اللي مش واضحة في المحاضرة أو مش مفهومة، والجزء الثالث بيبقى الريفليكشنز بتاعتكم والاستفسارات والاعتراضات وكل الحاجات دي. فتعالوا نبتدي الجزء الأول دلوقتي. نحن بنتكلم النهاردة عن مفهوم الجمال. هو يعني إيه أصلا حاجة جميلة؟ فكرة حاجة جميلة دي موضوع شائك جدا، لان احنا دلوقتي كل واحد فينا شايف ان مفيش ستاندردز للجمال، واي حاجه ممكن تبقى جميله وحد تاني ممكن يبقى شايفها مش جميله عادي يعني. خصوصا ان ستاندردز الجمال بتتغير، يعني في سنه الموضه نبقى الواحد اللي بيلبس مش عارفه احمر، في موضه ثانيه الواحد اللي بيلبس اسود وده الاسود ده اللي جميل والاحمر مش جميل في السنه دي والعكس السنه اللي بعدها. ده معناه ان المفاهيم او الستاندرد الحاجات دي كلها بتختلف يعني. فقبل ما نتكلم على الجمال محتاجين نتكلم على اتنين مفهومين تانيين، واحد اسمه subjectivity objectivity. اللي شاف المحاضرة عارف ان subjectivity معناها ان البني ادم بيحكم على الحاجة اللي قدامه اذا كانت جميلة او مش جميلة بيزد على مشاعره الشخصية هو، بغض النظر عن الستاندرز، بغض النظر عن الشيء اللي هو شايفه. والobjectivity هي العكس، ان البني ادم بيحكم على الشيء اللي قدامه بناء على الخواص الموجودة جوه الشيء نفسه. وجبنا سيرة المعنى الحرفي للكلمة في اللغة، كلمة subject هو الفاعل الذي يقوم بالفعل، وكلمة object هو المفعول به اللي بيتعمل عليه الفعل أو بيتم النظر إليه. وبالتالي لما أنا أقول subjectivity معناها أن أنا بحكم على الشيء من وجهة نظر الفاعل الناظر إلى الشيء، خلاص؟ وبالتالي وجهة نظر الناظر إلى الشيء دي ممكن تبقى مبنية على مشاعره الشخصية، الباكجراوند بتاعته، أراءه، أهواءه، أيا كانت. لما بحكم على الحاجة بناء على الأوبجكت أو المفعول به، ببص على المفعول به ده وبتدي أشوف الخواص بتاعته، هل هو فيه كذا وكذا وكذا، إذن بحكم عليها على هذا الأساس بغض النظر أنا مشاعري تجاهه إيه. فكلمة أوبجكتيفيتي معناها أن أنا بحكم على الشيء نفسه من غير أهواء شخصية بناء على خواص الشيء، والسبجكتيفيتي هي العكس، أن أنا بحكم على الشيء من وجهة نظري أنا الشخصية بغض النظر عن الحاجات الموجودة جوه الشيء نفسه. وقلنا مثال ده مثلا لو تحكم عليه بالخواص بتاعته هو ريد كولر والريجولر شيب، بس لو حكمت عليه بمشاعرك ممكن تحس ان هو it could be blood it feels hot او ممكن تبقى paint او انت حاسس تجاهها بايه الشيء ده. وقعدنا نتكلم في الصورة دي هل ده جميلة ولا مش جميلة، وقعدنا نقول ان هي بالنسبة لمامة الولد اللي راسم ده ممكن تبقى جميلة بالنسبة لناس تانية لا. وبعدين جبنا الصورة دي ولقينا ان اغلبنا ممكن يكون شايفها جميلة، طب ليه؟ في هنا order. يعني ايه order؟ هنا في كعبلة ونعكشة وخطوط مش منتظمة وخطوط مش راجعة مش بتريليت لبعض. هنا في order، يعني في خط وخط بيروحوا، خطوط كلها بتروح في نقطة واحدة، ففي نظام انت عارف تنظم اللوحة كلها حوالي النقطة. في ترتيب، في تكرار، في ألوان انت شايفها انها ممكن تكون لايقة على بعض. ايه اللي حصل هنا؟ في patterns، في نظام، في order، اداك احساس ان انت فاهم اللوحة. هنا انت مش فاهم حاجه خالص، فانت مش شايفها جميله. وبالتالي مفهوم الجمال هو اي حاجه فيها patterns او shapes او colors بتديك satisfaction of the mind، بتبقى مستريح قدامها وانت شايفها، ومستريح دي معناها in a positive way. دي ما ادتكش الاحساس بتاع البليجر ده والساتسفاكشن لانها مكعبله مش شايفها ليها معنى، مش شايفها ليها نظام. دماغك بتحاول تميك سنس باللي انت شايفه، فبالتالي هتلاقي ان هنا لا، في نظام، في اضاءه، في الوان، في حاجات انت هتحسسك الباترنز والكلرز بساتسفاكشن، وبالتالي نقدر نقول عليها انها بيوتيفل. بعض الناس ممكن ما تبقاش شايفه الاوردر ده او شايف ان الالوان مبالغ فيها، فبالتالي بالنسبه لهم مش هتبقى بيوتيفل عادي. طيب هل ده كان طبيعي للناس كلها زمان في العصور السابقه؟ لا، لان في العصور السابقه
فمفهوم الجمال عندهم ما كانش حسب الاهواء الشخصيه، ان انا عادي بشوف حاجه حلوه والتاني يشوفها مش حلوه. لا، زمان خالص في الانشنت تايمز وفي الميدل ايجز الموضوع كان اوبجكتيف تماما. يعني ايه اوبجكتيف تماما؟ زي ما اتفقنا الاوبجكت نفسه او المفروض به لازم يتوفر فيه بعض الخواص، اول ما يتوفر فيه الخاصيه دي اذا هو جميل. وده اللي كان موجود في العصور القديمه، ان الحاجه عشان تبقى جميله لازم تبقى سيمتري. سيمتريه معناها اليمين زي الشمال بالظبط، اول ما اليمين يبقى زي الشمال هي حلوه، غير رايك الشخصي مش مهم. فبالتالي فكره انها الاوبجكت نفسه فيه ايه، ايه الخواص بتاعته، قريب من الطبيعه، قريب من شكل البني ادم في الحقيقه، مظبوط يمينه زي شماله، في سيمتريه، اذا هو جميل بغض النظر عن رايي الشخصي وبغض النظر عن اي راي شخصي لاي حد تاني. الموضوع تطور شويه في بعد سقوط الباور بتاعت الكنيسه في الميدل ايجز، وبعد ما شفنا التطورات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي حصلت بعد كده، وبعد الوباء اللي هو الطاعون. في الرينيسانس الدنيا اختلفت شويه، زي ما اتفقنا مفهوم الارت بالنسبه لهم كان لازم يبقى فيه انوفيشن وكان لازم يبقى فيه ابداع، وبالتالي بقوا شويه بيتعاملوا مع الجمال بشكل معقد سنه. يعني بقى فيه جزء من الجمال موجود في الشيء وجزء من الجمال موجود في الناظر الى الشيء. يعني ايه؟ يعني في جزء من الجمال موجود في الشيء نفسه، ان هو لازم يتبع النسب معينه اللي موجوده في الطبيعه، مش بيعكس الطبيعه بس بياخد النسب بتاعتها، بياخد الريشيوز بتاعتها. النسب دي مش واضحه وصريحه تماما في التمثال او في اي حاجه بنعملها، ففي بعض الناس بتقدر تشوفها فتقدر تشوف الجمال، وفي بعض الناس ما بتقدرش تشوفها فبالتالي ما بتقدرش تشوف الجمال. وبالتالي بقى في جزء من تحديد الحاجه جميله ولا لا مبني على الشيء نفسه متوفر فيه الخواص ولا لا، وفي جزء تاني مبني على الناظر الى الشيء قادر يشوف الهارموني او يشوف البالانس او يشوف الحاجات دي ولا لا. مثال على كده هي اللوحه دي، انت لو شفتها كده الاول، انت في ناس، بعض الناس ممكن تلاحظ ان فيها بالانس اللي هو اليمين زي الشمال بس مش بالظبط، وفي بعض الناس ممكن ما تاخدش بالها. فبالتالي هي فيها خواص تخليها جميله بس مش كل الناس هتقدر تشوفها، فبالتالي بقى في جزء سبجكتيف وجزء اوبجكتيف في الحكم على الجمال. لو احنا قسمنا اللوحه بالمنظر ده بقت اوضح شويه، هنبتدي نكتشف ان اليمين زي الشمال في تقل الالوان وفي الاضاءه وفي عدد الشخصيات، وبالتالي هتلاقي هنا مثلا في فراغ، هتلاقي هنا زيه فراغ الناحيه الثانيه، الصوره مش ايدنتيكال يمين وشمال، لكن في هنا كاركتر بتبالانس كاركتر الناحيه الثانيه زي الميزان، مش لازم تبقى سيمتريه، فيها هنا حاجه اسمها بالانس. وبالتالي مش كل الناس كان عندها القدره انها تشوف ده على طول لوحده من غير ما ترسم الخطوط دي كلها، ففي بعض الناس كانت بتشوف اللوحات مش جميله، وفي بعض الناس كانت بتقدر تشوفها انها جميله بيزد على الخواص اللي موجوده جواها، وبالتالي كان في ميكسد ابروتش للبيوتي. الموضوع باظ خالص بقى في المودرن تايمز، لان في المودرن تايمز في بعض اللوحات ابتدت تظهر، اللوحات دي مش شرط انها بتدي ساتسفاكشن اوف ذا مايند، طب افرض انها بتديك خوف او رعب او حزن او ذعر، هل ده معناها مش جميله؟ ما عرفناش نحكم بقى ساعتها. ليه؟ لان احنا في الانديفيدوال وورلد احنا بقى عندنا حاجات ممكن تكون بتحرك مشاعرك، بس في نفس الوقت حد هي نفسها ما تكونش فيها الجمال اللي هو بتاع الاوردر بتاع ساتسفاكشن بتاع ان الحاجه جميله بتاع ان حاجه فيها ما فيهاش كيوس كده. فابتدت الفلاسفه ساعتها ابتدوا يتكلموا في فكره ان ما ينفعش نقول على حاجه انها جميله لمجرد انها، يعني ما ينفعش نقول انها وحشه لمجرد انها بتدي مشاعر بالحزن ما تديش مشاعر بالفرحه. فهنا ابتدوا بقى يطلعوا فيلد في الفلسفي بيدرس الجمال وبيقول ان الحاجه بدل ما نقول عليها انها بيوتيفل هنتكلم هنستخدم كلمه جديده غير البيوتي اسمها استاتكس. كلمه استاتكس هو برانش من برانشز بتاعت الفلسفي اللي هو بيقعد يدرس الجمال، وابتدى يظهر سنه 1750 لما فكره الارت اتغيرت وفكره الجمال نفسها اتغيرت، وبقى في حاجات حوالينا في العالم ممكن تكون شكلها غريب، هي بالمعنى الحرفي مش جميله، بس ده مش معناه ان هي ملهاش فاليو، لا، هي عندها القدره انها تحرك المشاعر بتاعتك بطريقه ممكن تبقى نيجاتيف، ممكن تديك احساس بالحزن، احساس بال يعني خوف، كونفيوجن، هنا مثلا ايه اللخبطه دي، هتخليك تقعد تفكر. ما دام قدرت انها تخليك تقعد تفكر يبقى الشيء ده عنده استاتيك فاليو او قيمه جماليه. وبالتالي بقى بعد 1750 مفيش حاجه اسمها جميله ومش جميله، بقى الحاجه ليها فاليو ولا مش فاليو. الفاليو دي تقريبا يعني almost every time subjective،
لان انا ممكن اكون شايف ان ده ليه فاليو وعميقه، وانا هقعد افكر واتخيل ان دي اشخاص ومش عارف ايه، وحد تاني يقول لك ايه الشخبطه دي او ايه القرف ده. فالجمال بقى سبجكتيف تماما، مش بس بقى سبجكتيف، لا ده كمان بقى في مشكله كبيره جدا ان اي حاجه بتدي اي مشاعر كويسه او وحشه بقى ليها فاليو. فاحنا زمان كنا بنقول ان الحاجه جميله لانها بتدي احساس بالساتسفاكشن والبلاجر والبوزيتيف فيلينجز، لا دلوقتي ما بقيناش بنقول نقدر نقول على الحاجه جميله، بقى لازم نقول على الحاجه انها ليها قيمه جماليه. قيمه جماليه معناها انها عندها القدره انها تحرك مشاعرك حتى لو المشاعر دي سيئه. اهم ما دام قدرت تحرك مشاعرك يبقى اذا هي ليها قيمه. والموضوع بقى سبجكتيف تماما. طيب لو احنا بنتكلم على السبجكتيفيتي دلوقتي، هل ده معناه ان مفيش نظام، مفيش اوردر، مفيش اي حاجه يعني تحدد الكلام ده؟ لا، في حاجات شخصيه منك انت، انت شايف ان انت عاجبك ده او مش عاجبك ده، وفي حاجات مجتمعيه. الحاجات المجتمعيه المجتمع متفق عليها دي هي دي اللي اسمها التيست او الذوق العام. في رايك الشخصي، رايك الشخصي ده مبني عليك انت، انت عايز تفكر في الحاجه الفنيه دي ازاي. ممكن يبقى انت رايك سبجكتيف تماما او رايك اوبجكتيف، او انت ايا كان رايك مبني على ايه. اهم حاجه ان انت رايك انت انتايتد تو يور اون اوبينيون، ومفيش اي حاجه بتحكمه غير اهوائك الشخصيه او معلوماتك او النولج بتاعتك او الويزدم بتاعتك. لكن في حاجات الذوق العام او المجتمع هو اللي بيحددها، زي بالظبط ايه، فستان الفرح لونه ابيض عشان هو ده العرف. لو فستان الفرح بقى ازرق الناس هتستغرب قوي، تقول ايه ده، مالها دي، دي كده ذوقها وحش. وبالتالي في المجتمع والثقافه والمكان والبلد بيتفقوا على ستاندرد معين، وده المقبول اسمه جود تيست، ولو اي حاجه غيره تبقى اسمها باد تيست. وادينا مثال في المحاضره على فكره زمان الجود تيست كان ان انت تسمع ام كلثوم، والاغنيه الشبابيه دي كانت باد تيست، والاغنيه الشبابيه ده بقى ايهاب توفيق وعمرو دياب وعلي عبد الخالق، والناس دي كلها كانت مغضوب عليها غضب فظيع في الفتره الزمنيه دي، يعني لما احنا كنا صغيرين. لما انا كبرت شويه بقى الاغنيه الشبابيه هي الموجوده، بقى عمرو دياب وهشام عباس وكده، وظهر بقى حكيم. وحكيم ساعتها كان باد تيست جدا بالنسبه لاهالينا، ان هم انتوا بتسمعوا ازاي القرف ده. حكيم دلوقتي على فكره حد كويس جدا بالمقارنه باللي ظهر بعد كده اللي هي المهرجانات، والمهرجانات نفسها ابتدت بقى فيها تراكس مختلفه اتجاهات. وبالتالي مع الوقت، مع تغيير الناس، مع تغيير المجتمع، ممكن التيست الجود يتغير حسب الاغلبيه متفقين على ايه. والتيست ده المفروض ان هو بيبقى متحدد او مفروض علينا من حاجات عادات وتقاليد بقى، يعني حاجات ايه النورمال وايه اللي مش نورمال في مجتمع معين. الخلاصه ان انت لما بتيجي تشتغل في اي حاجه ليها علاقه بالبرودكت ديزاين، واي حاجه فيها ويب ديزاين، او في اي حاجه فيها ديزاين، انت رايك الشخصي حلو جدا مفيش مشكله، بس رايك الشخصي محتاج يحترم الجنرال تيست. لما اتفقنا معرفش في المحاضره اللي متسجله لا، كنا بنقول انت بتعمل اوتوموتيف ديزاين وقررت تعمل عربيه فوشيا منقطه بفسفوري، الفوشيا منقطه بفسفوري ان يور اوبينيون دي حاجه ريفولوشنري جدا وجميله جدا، خلاص. بس للذوق العام كم واحد هيرضى يشتري عربيه فوشيا منقطه بفسفوري؟ هتلاقي لا، لان الذوق العام الناس بتشتري العربيات السوداء الزرقاء البني، الحاجات اللي هي الغامقه، وبعدين في ناس بتشتري الاحمر، مفيش حد بيشتري الالوان الفاقعه دي اصلا، لان ده الذوق العام. وبالتالي انت لازم حتى وانت بتعمل حاجه انت عايز تحط رايك الشخصي فيها، ما ينفعش تعملها من غير ما تبقى فاهم ان في ذوق عام، والذوق العام ده انت لازم تحترمه وانت بتعمل الديزاين بتاعك. الخلاصه ان احنا في المودرن تايمز الدنيا زي ما اتفقنا بقت عك خالص، مش بس تعريف الفن بقى اي حاجه بقت اي فن، ده كمان اي حاجه ممكن يبقى ليها استاتيك فاليو، يعني الشيء الفظيع اللي تحت ده، ده ممكن بالستاندرز القديمه يقول لك ده مش حلو لان هو مش بيديك احساس بوزيتيف، بس بالستاندرز الجديده ده مرعب جدا، ده في استاتيك فاليو قويه جدا، ده الرسام نجح انه يديك احساس بالقرف والخوف، وبالتالي هو ليه فاليو. فالموضوع ما بقاش بقى عندنا دلوقتي له علاقه بان الساتسفاكشن والدنيا لطيفه وكويسه، لا احنا حتى في العماره دلوقتي في تقييم الواجهات والمباني ما بنقدرش نقول على المبنى ان هو مبنى فيه مبنى جميل او مش جميل، احنا بنقول المبنى له قيمه جماليه. مبنى له قيمه جماليه ليه؟ لان هو احنا بنتكلم على فكره ان هو قدر يوصل الكونسبت الاركتكت عايزه ولا لا، او ان هو قدر يتماشى مع الكونتكست اللي حواليه ولا لا، وهكذا. فبالتالي قدرتنا على الحكم على الحاجه دلوقتي ما بقاش في قواعد ولا قوانين، والدنيا ما بقاش فيها اي قواعد وقوانين، خلاص.
ما عدا التيست اللي ده الحاجة اللي احنا محتاجين نبقى فاهمينها ونحترمها واحنا شغالين مع المجتمع اللي احنا فيه. يعني انت لو سافرت بلد تانية لازم تبقى فاهم التيست هناك عامل ازاي، او الذوق العام عامل ازاي هناك. فروق قوية جدا في الكالتشرز ما بين مثلا مصر وما بين الهند وما بين اليابان، يعني حتى في الديزاين، خصوصا لو احنا بنتكلم في العمارة وفي الانتيريور ديزاين. في مصر مثلا من 30 40 سنة المذهب ده كان اهم حاجة في الدنيا. لو انت من 30 40 سنة سافرت اليابان وعملت لهم مذهب، يعني هيضربوك بسيف الساموراي، هيخليك تنتحر انت بسيف الساموراي عشان تجين يور اونر، لان المذهب ايه هناك؟ ده الناس دي عندها مينيماليزم خرافي يعني. فهناك التيست العام ما ينفعش تعمل معاه مذهب وهكذا. فبالتالي your understanding للتيست العام مهم in order for you to produce something product، مبنى، website، device، ان شاء الله حتى interface، اي حاجة انت محتاجها، محتاجة انها تبقى متماشية مع المجتمع اللي انت بتعمل له الديزاين ده. احنا كده خلصنا الربع ساعة، هي ربع ساعة بالضبط قلنا فيها ملخص المحاضرة كلها. نبتدي دلوقتي الجزء التاني من المحاضرة، هو الـ Q&A، لو حد عنده أسئلة وأجاوب لكم عليها لو في حاجة مش مفهومة. اتفضل. عبد الله اتفضل. دكتور عندي سؤال، الـ Aesthetic Value، إيه الحاجة اللي ما يبقاش ليها Aesthetic Value؟ لأن بالتعريف ده تقريبا كل حاجة ليها Aesthetic Value. هي بالتعريف ده في كل حاجه ليها استيتيك فاليو ما دام قدرت تحرك مشاعر اي حد. طب يعني ايه معنى الكلمه بقى؟ معنى الكلمه، كلمه القيمه الجماليه نتجت منين؟ ده لازم نرجع نقرا فيه في الفلسفه بقى. في حاجه انا اللي انا جايبه منها مصدر المعلومات دي، اللي هي حاجه اسمها The Online Encyclopedia of Philosophy. دي جورنال بي ريفيود، ناس بتنشر فيه حاجات علمية، كان بيتكلم على تاريخ البيوتي من زمان، وبيتكلم على فكرة السيمترية والحاجات دي كلها اللي احنا عرفناها، والحاجات تعريفات الجمال دي نشأت امتى؟ نشأت لما من ايام افلاطون وارسطو، لما كانوا بيتناقشوا في فكرة الافكار العامة بتاعت يعني ايه ديموكراسي، يعني ايه بلد، يعني ايه مجتمع، يعني ايه فرنشيب، يعني ايه حب، يعني ايه. هو الفلاسفة كانوا هدفهم في الوقت ده ان هم يعرفوا الحاجات، يحطوا الديفينيشنز للحاجات اللي هي ملهاش تعريف او الناس فهماها كده او حساها كده. وابتدى ساعتها يفكروا في فكرة الجمال بأشكال مختلفة، هل هو بيدي احساس بالبلاجر ولا لا، هو بس الحاجة اللي فيها اوردر ولا ايه الستاندرز بتاعتها. لما الدنيا تطورت، الفلسفة تطورت، الفلسفة نفسها بقى فيها مشكلة ان انا مش محتاجة خلاص ادفاين الحاجات اللي هي البيزك، زي يعني ايه حب، يعني ايه فرنشيب، يعني ايه عائلة، يعني ايه ديموكراسي، الحاجات دي كلها اتعرفت. ففكرة الفلسفة نفسها، الفلسفرز اللي جم بعد كده في العصور اللي بعد كده والفلسفرز اللي جم حتى في العصر الحديث، طريقة تفكيرهم مبقاش مجرد انا بحط تعريف للحاجة، لا ده انا ببتدي اربط الحاجات ببعض وابتدي ابني نيو كونسبتس جديدة اصلا ما كانش موجودة قبل كده. ابتدي افرق ما بين اتجاهات فلسفية في تقبل البني ادم للعالم اللي حواليه. لما الفلسفة ابتدت تتطور بهذا الشكل، ساعتها نشأ فكرة ان انا هعمل فيلد يتخصص في دراسة البيوتي، كان هو اللي اسمه الاستاتيكس. دي كلمة استاتيكس في حد ذاتها معناها ان هو مش بيقول ان الحاجة جميلة، هو بيقول ان الحاجة بتأثر على البني ادم وبتعمل عليه ريفلكشن، وقدرة الشيء او الاوبجكت ان هو يأثر على السبجكت دي ما كانتش بيفكروا فيها قبل كده. كانوا بيفكروا ان الحاجة فيها ستاندرد معين فخلاص، فيها سيمتري، اوكي هي جميلة. لا، دلوقتي احنا بقينا بندرس التأثير بتاع الاوبجكت على السبجكت. والفلاسة لما كانوا بيتكلموا في اتجاهات كتير جدا في كلمة استاتيك في حد ذاتها ككلمة فلسفية، ده فيلد من فيلدز فلسفي. لما ابتدوا يتكلموا بعد كده في الاستاتيكس، بقى في حوارات كبيرة جدا ان الجماليات تيجي باشكال مختلفة. ده معناه ان اي حاجة في الدنيا ممكن تبقى ليها فيها جمال، يعني الطبيعة فيها جمال. الحاجات اللي هي الطبيعة اللي مثلا النهر والستريم والشلال جميل، والبركان برضو جميل، بس البركان مؤذي، البركان مضر. طب ازاي نقول على البركان ان هو جميل مع ان هو شيء من الطبيعة، لازم نقول عليه ان هو جميل بس نفس الوقت هو مؤذي ومضر. وبالتالي هنا ابتدت تظهر فكرة ان كل شيء له تأثير مختلف على البني آدم. خلاص، فقدرة الشيء انه يدي تأثير على البني آدم بقت هي دي الاستيتيك فاليو بتاعته. تأثير البني آدم ده ممكن يبقى تأثير كويس، ممكن يبقى تأثير وحش، ممكن البركان يولع في البني آدم ممكن نفسه وهكذا. وبالتالي كل حاجة في الدنيا بقى ليها أستيتيك فاليو.
والموضوع بدأ إزاي؟ موضوع فلسفي بحت، فكرة إزاي يحكم على الشيء، هل هحكم على شيء بخواصه ولا هحكم على الشيء بمنظور السبجكت، وفي الآخر استقروا إن إحنا مش هنحكم لا على الشيء لوحده ولا على السبجكت لوحده، إحنا هنحكم على إن إزاي الأوبجكت بيأثر على السبجكت. طب إحنا كسبجكت مختلفين، فنفس الشيء ممكن يأثر علينا بشكل مختلف، بس بما دام ان هو بيأثر عامه على اي حد يبقى هو له استاتيك فاليو. وبالتالي كل حاجه في الدنيا بقى دلوقتي النقاد بيتكلموا عليها ان هي ليها قيمه جماليه. لما ابتدى الموضوع ده ينتشر والناس كلها بقى بتقول رايها في الحاجات دي، ابتدى يظهر اتجاه، ده مكتوب حتى في السلايدز، اتجاه علمي لنقد الفن علشان يتقال على الحاجه اذا كانت ليها استاتيك فاليو ولا لا باسلوب علمي، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في المحاضره السادسه. في المحاضره السادسه نتكلم على ان ازاي كل من هاب ده بقى بيقول على حاجه جميله او مش جميله، وده مكان عاجب المجتمع العلمي اللي هو مجتمع النقاد اللي هم شايفين ان العلم او الفن علم ما ينفعش اي حد يتكلم فيه. فابتدوا يعملوا ديفلوبمنت لمجموعه من الطرق، 5-6 خطوات، لازم يكون عندك معرفه وشويه ويزدم وشويه حاجات كده علشان خاطر تعرف تحكم على الفن بطريقه علميه. فكرة aesthetic value هي قيمة موجودة في أي حاجة بتحرك مشاعر حد، ده معناه أن كل حاجة ليها value؟ طيب هل سلك الشاحن له value؟ والله مش شرط. ليه؟ هل هو بيأثر في مشاعر حد؟ يبقى هو له value، ما مش بيأثر في مشاعر حد يبقى سلك الشاحن ملوش aesthetic value، وهكذا. هتبتدي تحكم على الحاجة بهذا الأسلوب من هنا ورايح. فكرة الارت كريتيسيزم نشأت علشان خاطر مش أي حد هب ودب بيقول رأيه، عشان خاطر الرأي يبقى الأستيتيك فاليو تتحدد للشيء بيز على أسلوب أو منهج علمي. أتمنى أكون رديت على سؤالك ولا توهتك زيادة. هو أنا فاهم قصد حضرتك، بس هي النقطة بقى تيجي هنا إن أستيتيك فاليو بقت إن هو كل شيء، يعني إحنا وصلنا إن كل شيء في النهاية ليه أستيتيك فاليو بشكل ما. إيه معنى التقسيم بقى؟ يعني أنا مش هعرف أقسم إن ده فن أو مش فن، إيه معنى النقد ساعتها؟ يعني ما هو يعني مثلا في اتجاهات اللي هي مثلا في الادب اللي هي نقد النقد، طب يعني هو مش عاجبه الشخص اللي بينقد، ما هو ايه معناها؟ ما هو كل حاجه ارت هتبقى، لان كل حاجه ليها استيتيك فاليو. بص يا عبد الله، ده نفس الحوار اللي كنا فيه المره اللي فاتت واللي قبلها، فكره ان ليه دلوقتي ما فيش ضوابط. هو انا يمكن المشكله ما فيش حاجه تقول ان ده ارت مش ارت. المشكله يمكن يا دكتور حضرتك بتوصفي الموضوع من ناحيه اللي هو تفاعل الإنسان مع الحاجة أو تعريف الإنسان للحاجة. أنا بسأل على اللي هو الفن بشكل مطلق إيه هو، أو الجمال بشكل مطلق إيه معناه. فيمكن دي هي النقطة، إن هو دي اللي مش دي اللي إحنا مش واصلين لها. إنما مثلا لو قلنا الجمال بالنسبة لعصر النهضة فلا، ده حاجة معرفة ومعروفة نقدر نقيسها، مثلا جمال عصر النهضة. إنما هل ده الجمال المطلق أو لأ؟ بشكل مطلق حاجة جميلة زمان وجميلة دلوقتي وجميلة مستقبلا مثلا، دي احنا مش عارفين نعرفها. يعني يمكن دي عشان مش موجودة، عشان في حاجة اسمها جميلة بشكل مطلق. عارف ليه؟ لان كل عصر هو اللي بيحدد الستاندرز بتاعته ايه. يعني الجمال في عصر النهضة تحدد بيزد على ايه؟ بيزد على الميول بتاعتهم ان هم يعملوا انوفيشن، وبالتالي بدل ما ياخد الطبيعه زي ما هي خد النسب بتاعتها. مفيش جمال مطلق. احنا في التعريفات، في تعريفات قديمه للحاجات بتاعه زمان، لان كان في تعريف متفق عليه في الوقت ده، لان العصور دي ما كانش فيها انديفيدواليزم او كده تفرد. احنا مفيش تعريف مطلق للفن ولا الجمال، لان الفن او الجمال موجودين في حاجتين، السبجكت والاوبجكت. السبجكت بيتغير والاوبجكت عبر الزمان بيتغير برضه، وبالتالي كل عصر السبجكت الخواص اللي فيه هتبقى مره سيمتري مره بالانس مره مش عارف ايه، والسبجكتس البني ادم اللي اتفرج عليه مره هيكون بني ادم منتمي لعصر النهضه، ممكن يكون بني ادم منتمي مثلا للقرن ال 35 اللي هو لسه ما جاش، وهكذا. فهتلاقي ان كل بني ادم السبجكت بتاعه هيبقى بيحكم على الاوبجكت بشكل مختلف، وبالتالي ما فيش اصلا تعريف مطلق للفن ولا تعريف مطلق للجمال، لان احنا الحاجه الوحيده اللي مطلقه في الكون ربنا سبحانه وتعالى اصلا، لان اي حاجه تانية بتبقى مبنيه على حاجه تانية. اي حاجه. طيب احنا كده ممكن نحاول نبني تعريف للجمال. يعني مثلا لو قلنا ان الجمال بالتعريف اللي هو اللي الناس كانت بتحاول توصل له، ان هو الحاجه اللي النفس بتستحسنها، يعني الحاجة اللي بتحرك مشاعر جيدة في الإنسان، لو قلنا كده
فاحنا ممكن نقول طب ايه هي المشاعر الجيدة او ايه الحاجة اللي بتستحسنها، لو قلنا مثلا ان عرفنا الجمال ان الحاجة اللي الفطرة السوية بتستحسنها، فاحنا بنفترض وجود فطرة طيب سوية ربنا هو اللي ادها للانسان، فلو قلنا كده هنقدر نعرف ان في حاجات هتفضل جميلة لان دي الحاجات اللي الفطرة او الانسان عنده فطرة يعني طب ما يستحسنها. هو ده كان التعريف، ده كان التعريف لغايه سنه 1750، ده كان التعريف فعلا، والناس كلها كانت مقتنعه ان حاجه جميله لازم تديك احساس بالبلاجر او ساتسفاكشن او المشاعر الجيده. فكره ان احنا بقى عندنا انتاج ابداعي فردي هتخلي كل واحد من حقه ينتج، وبالتالي كل واحد من حقه يقول رايه في الحاجات اللي حواليه هي جميله ولا مش جميله بيز على رايه الشخصي، وبالتالي ما بقاش في تعريف مطلق للجمال في العصر الحديث، لان بما ان كل واحد فينا entitled to his own opinion and entitled to express his feelings، فبقى عندنا لو احنا عندنا 7 بليون 8 بليون بني ادم، فاحنا عندنا 8 بليون تعريف للفن و8 بليون تعريف للجمال. الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نبتدي نعرف بيها الجمال هي فكره ان هو علاقه ما بين الاوبجكت والسبجكت، ازاي الاوبجكت بيأثر على السبجكت. فكره ازاي الاوبجكت بيأثر على السبجكت دي هتختلف فعلا من عصر لعصر، بس هتفضل موجوده. هي العلاقه واحده، ان الاوبجكت بيأثر على السبجكت بطريقه جيده، الاوبجكت بيأثر على السبجكت بطريقه سيئه، الاوبجكت ما بيأثرش على السبجكت اصلا، مش فاليو، ملوش قيمه، مش شرط ان هو يبقى نقول عليه ان هو جميل. وده اللي عملته الفلاسفه بتوع الاستاتكس، ان هم لما جم يتكلموا على الجمال ما قدروش يقولوا ان الجمال هو الحاجه اللي بتديك احساس بالسعاده بس، او ان الفطره السويه هي اللي بتحدد، لان بالنسبه لهم مفيش حاجه اسمها فطره سويه، لان هو بالنسبه لحد تعريف الفطرة السوية مختلف عن حد تاني بيعرف الفطرة السوية برضو. فأنا ما ينفعش أبني يعني فلسفيا، ما ينفعش أبني حاجة ثابتة على حاجة متغيرة. خلاص بس أنا انا ممكن كنت أبني حاجة متغيرة على حاجة ثابتة. انا كنت بفترض يعني انا دلوقتي في طرح زي ده انا بفترض وجود فطرة سوية فعلا، علشان اطلع من اللي هو النقاش بتاعها مثلا مع ان حد يقول لي هي ايه او هي موجودة او لا. دي حاجة، بس يعني انا لو قصدي بيوتي ككلمة مش استيتكس، لان لو احنا خلاص قلنا ان كل شيء في الدنيا ليه استيتيك فاليو، بس انا بتكلم على تعريف البيوتي، ودي برضو سؤال يعني انا ليه استغنى عن كلمة بيوتي مثلا واجلينس، ما هم في النهاية انواع للاستيتيك فاليو اللي الحاجات بتلاقيها، حتى لو اتكلمنا ان هي هتبقى سبجكتيف، فكلمة بيوتي يعني ليه الناس استغنت عنها، ما هي برضو هيبقى في سبجكتيف بيوتي يعني كنوع من انواع الاستيتيك فاليوز. طيب اقول لك ليه الكلمه بيوتي ما بقتش تستخدم، لانها متغيره اكتر من انت متخيل. لان مثلا الاوزان زمان يقول لك ان معيار الجمال ان الست وزنها ما يزيدش مثلا ما بين كذا وكذا، وبعدين ده كان اوفنسيف لبعض الناس، فابتدت ناس تانية تبتدي تتكلم على فكره ان لا، على فكره الست الجميله ممكن تبقى وزنها لغايه 70، وقعدوا يدوها اسماء بقى، يعني عارف اللي هو وات ايفر الاسماء اللي كانوا بيدوها للناس اللي في الوزن ده. وبعدين على فكره ده اوفنسيف للناس الرفيعه او الناس الاضخم من كده، على فكره بقى كل الستات جميله بغض النظر عن وزنها عامل ازاي. ايه اللي حصل هنا؟ الستاندرز ابتدت تتغير، وبالتالي ما بقاش في حاجه اقدر احدد انها جميله او مش جميله، لان الجمال نفسه بيتغير عبر السنين والكالتشرز والبلاد وكده. نفس كده الكلام كأني بقول في إن كل الناس ليهم aesthetic value يعني مش beauty، لأن ده مش ما بقالوش معنى. ايوه، لان كلمه بيوتي نفسها بقت ما لهاش معنى، لانها مش ثابته، لانها بتتغير. زي اقول لك برضو على مثال تاني لسه ملاحظاه امبارح، كنت انا يعني في عادي ما بتفرجش على التلفزيون، انا دايما بتفرج يا اما على الستريمينج او الهارد او كده، بس امبارح فتحت التلفزيون كان شغال ولقيت اعلان، والاعلان ده بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي فير اند لافلي بقى اسمه جلو اند لافلي. عارفين ليه؟ وانا بقى ساعتها تنحت كده في التلفزيون، هم اخيرا اعترفوا لان فكره فير معناها ان هو بيقولوا ان البياض هو الحلو، وان اي واحده سمراء مش حلوه، فلازم تحط فير اند لافلي عشان تبقى فير، عشان تبقى جميله. والست بقى في الاعلام بتقول عارفين ليه احنا سميناه جلو؟ فانا بقى تخيلت انها ست هتقول علشان كلمه فير دي ريسست، او عشان كلمه فير دي بتشتم مثلا في الناس السمر او كده، لقيتها بتقول في الاخر علشان خاطر الجلو جلو اند لافلي بيحميكي من الشمس. طبعا اللي هو الهبل ده، مفيش حاجه اسمها كده، بس فكره تغيير الاسم نفسه ده دليل على تغيير كونسبت البيوتي بالنسبه لهم، لان اول ما الماركه دي ظهرت الفيرنس او البياض او الفتحان كان هو علامه الجمال، دلوقتي بقت اوفنسيف لناس كتير جدا ان انا اقول ان الحلوين بس هم اللي بيض. وبالتالي كلمه بيوتي اللي كانت من 20 سنه مش هي نفسها دلوقتي، ومش هتبقى هي نفسها بعد 20 سنه،
كل البرودكتس بتاعت كل حاجة في الدنيا. لما بيقولك ان انت طبعا هو في جانب اقتصادي كبير في الموضوع, لما بيقولك ان الستاندرز بتاعت البيوتي ان مثلا برضو بمناسبة يعني فيران لوبلي وكده, ان شعر البنت لازم يبقى مفرود, واي شعر كيرلي كان بيتقال عليه اسامي وحشة جدا زمان, دلوقتي شعر كيرلي embrace your natural hair. طبعا ده علشان خاطر الناس اللي بتعمل برودكتس للكيرلي هير تبتدي تبيع ويبقى فيه سوق للحاجات دي. بس فعليا هو بديك اساس ان الحاجه الجميله النهارده ما كانتش جميله من 20 سنه, مش هتبقى جميله بعد 20 سنه, وبالتالي كلمه جمال بقت irrelevant. يعني كلمه اجل برضه ما بقتش relevant خالص, صح ولا لا؟ بس الانسان بالنسبه لنفسه بيبقى معرف ليها حاجات, ما يعني دي هو مشكله. انا لك ده حلوه الحته دي, حلوه الحته دي. تعالوا اقول لك على حاجه, تعريف عبد الله للجمال هو ما تتقبله الفطره السليمه. ايه رايك في الكلمه دي؟ ليه؟ لان عبد الله واحد من 7-8 مليون, وعبد الله entitled to have his own definition of beauty. انا تعالي نبص على الاسامي الموجوده, هدير ومنه ورضوى, كل واحده فيهم ليها تعريف تاني للبيوتي. مثلا هدير ليها تعريف ان البيوتي هو ما يتقبله الانسان عن نفسه, اذا هو جميل. رضوى ممكن تقول لك ان تعريف الجمال هو الشيء اللي بيلتزم بستاندردز الموضه الحاليه. ابراهيم هيقول لك الجمال جمال الروح مثلا, صح لا؟ وبالتالي انت كعبد الله انت entitled to your own opinion ان الجمال هو ما تقبله الفطره السليمه, وان كلمه استاتيك بقت كلمه ممططه جدا بتلم كل حاجه. فطبيعي ان انت يبقى عندك your own opinion اللي غالبا هيبقى مختلف عن الاوبينيون بتاع 8 بليون بني ادم تانيين. وده اكزاكتلي الهدف من اللي انا بقوله في المحاضره, ان احنا في العصر ده احنا individuals تماما, ما عدا في الحاجات اللي فيها تيست. ليه؟ لان الحاجات اللي فيها تيست للجماهير العامه اللي انت بتنتج لهم الشيء ده لازم تلتزم بالتيست بتاعهم بغض النظر على your own opinion او your own definition of art. فهمت لما انت بتقول انا شايف كذا, ده معناه ان ده your own definition of beauty اللي هو مش شرط يمشي مع اي definition بتاع حد تاني. هو ده فعلا الوضع الحالي في العالم. عبد الله انت وقعت مني؟ لا لا مع حضرتك, بس هي النقطة اللي انا بحاول اقولها, ان ازاي يبقى الاستيتيك فاليو بتقول كل حاجه ليها استيتيك, يعني دي مش حاجه يعني. فهو في يعني حتى كونها مش حاجه ان كل واحد بيعرف لنفسه. انا فاهم وجهه نظر حضرتك هنا, انك تقول لنا ان كل واحد بيعرف الجمال بشكل ما, فانت لازم تبقى مستوعب ان اللي قدامك مش هيبقى شايف اللي انت شايفه. فده واضح بالنسبه لي, بس هي المشكله برضو ان هو انا بحاول اوصل يعني يعني مثلا بحاول اعرف الموضوع بشكل مطلق, مش ان هو من وجهه نظر سبجكتيف, يعني مع ان الموضوع هو سبجكتيف. بس مفيش بقى حاجه مطلقه, مفيش حاجه مطلقه, لان احنا في عالم, في عصر, على فكره المطلق ده كان موجود زمان لما كان في حد هو اللي بيقول يا جماعه احنا السرفايفل بتاعنا بيعتمد على ان احنا نمشي كلنا ورا بعض. لكن احنا في عالم دلوقتي بان مفيش حاجه تجمعنا, فبالتالي مفيش تعريف مطلق نتفق كلنا عليه. فهمت؟ ما عشان كده كنت بقول لو الناس كلها تجمعهم الفطرة السليمة فنقدر نعرف على هذا الأساس. إذا كانت الفطرة السليمة نفسها مش معرفين نعرفها, يعني هتلاقي إن مثلا كلمة الفطرة السليمة دي بيتم إساءة استخدامها جامد جدا. معرفش أنت عارف المعلومة دي ولا لأ, بس مفيش تعريف واضح ليها. وبالتالي بيقول لك الناس مثلا اللي بتشجع على سماع الموسيقى والأغاني رغم إن في فتاوى كتير بتقول إنها مش ما تنفعش, هتلاقي في ناس تقول لك ان الاستماع للموسيقى والتمايل معها من الفطره السليمه. الناس بتقول كده, طب انت ايش عرفك ان هو ان ده من الفطره السليمه ولا لا, ولا انت بتفتي؟ وبالتالي كلمه فطره سليمه نفسها بيتم تحويرها وتمطيطها وسط الناس حسب اهوائهم برضو. فحتى دي مش عارفين لها تعريف. وبالتالي احنا عايشين في عالم كل واحد entitled to his own opinion, وكل واحد entitled to his own opinion ما ينفعش ان هو لا يفرضه على الاخرين ولا ان هو يتوقع ان الاخرين هيتفقوا معاه. واللي انت بتقوله ده منطقي جدا 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 لما انت بتقول انت شايف ان وجهة نظرك البيوتي شود بي كذا, لان كل واحد تاني في العالم شايف زيك كده ان البيوتي شود بي كذا, وكذا بتاعته مختلفة عن كذا التانية. انا مثلا من وجهة نظري وانا صغيرة, انا تربيت في بيت ماما بالذات كانت من اكتر الناس المعارضة لفكرة
الاهتمام بالشكل الخارجي على حساب الداخل يعني. وكانت دايما تقول لي ان الشكل مش مهم والشكل بيروح في اي لحظه، واحنا اهم حاجه الروح تبقى كويسه وروح تبقى جميله وروح تبقى مثقفه وروح تبقى بتفهم وكده. لدرجه ان انا اتربيت، انا فاكره ان انا كنت في اولى ابتدائي وقاعده بمسك قاعده اقرا في الموسوعه عشان اتعلم معلومات. فيعني انا نشأتي خلتني ابقى متوقعه تعريف معين للجمال بيزد على اللي ماما ادتوني. انت نفس الكلام، هدير نفس الكلام، رضوى نفس الكلام، النشأه هتاثر على انت شايف ايه اللي مهم او مش مهم. ومن احنا 8 بليون بني ادم، 8 مليون نشأه، 8 بليون نشأه، ممكن في بعض الناس تتفق على بعض الحاجات، في ناس هتختلف، بس احنا لازم نضمن ان مفيش تعريف مطلق لاي شيء. خلاص وضحت كده؟ تمام، شكرا يا دكتور. لو عايز تقرا زياده في الموضوع بقول لك ارشح لك موضوع الانسايكلوبيديا اوف فيلوسوفي، هي جورنال الناس بتنشر فيه حاجات بير ريفيود، مش بلوج يعني. هتلاقي فيه سيكشنز كتير قوي، فيه سيكشن كامل على فكره البيوتي تطورها عبر العصور، وبيتكلم اكتر في الفكره بتاعه التعريف المطلق وفكره انه اصلا المفروض يبقى فيه تعريف مطلق ولا لا. لو كده ممكن اعمل عليه سيرش دلوقتي واحطها لك لينك في الكومنتس. ندخل بقى في السؤال اللي بعده. نور عماد. ايوه دكتور، هو السؤال بتاعي عن قيمه النقاد بتوع الفن الفتره دي، قيمه رايهم يعني. يعني دلوقتي كل واحد يقدر يعرف الجمال بطريقته وعلى حسب ما يكون ده يعني بيأثر فيه او ما بيأثرش فيه، فده يبقى له قيمه عنده. ايه قيمه بقى راي الناقد اليومين دول؟ طيب تعالي نتكلم على فيلم كرتون، ما اعرفش انت شفتوه ولا لا، بس فيلم كرتون ده بيوضح هذه الفكره بشكل قوي يعني. عارفين الفيلم بتاع راتاتولي او خلطبيطه والصلصه؟ عارفين. الفيلم بتاع خلطبيطه والصلصه ده كان فيه ناقد، الناقد ده اللي هو ايجو. النقد ده كان بيقول حتى ان هو بيستمتع بالنقد ومش بي مش بي مش مهتم ان هو يطبق بنفسه ولا يعمل حاجه بنفسه. في الفيلم ده لو بصيت هتلاقي ان احنا المطعم نفسه ممكن يجي له 50,000 بني ادم، 50,000 بني ادم ب 50 راي في الاكل. بس هل هم الناس اللي في المطعم فارق معاهم راي ال 50,000 بني ادم الزباين، ولا راي معاهم، ولا فارق معاهم راي ايجو جاي هنعمل ايه؟ صح ولا لا؟ تمام. يبقى ده ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان مازال الكريتكس ليهم وزن، الارتست او البروديوس ارت بيهتم بيه اكتر ما بيهتم بالعامه لاكتر من سبب. الكريتيك بيقول ان هو بينقد بشكل علمي وبينقد نتيجه خبره ونتيجه دراسه، وبالتالي لما بيجي يكتب في مجله او بيكتب في حاجه ويقول على حاجه، في كبير جزء كبير جدا من العامه بيمشي ورا رايه ده. وبالتالي لو انا قدرت اتحكم في الكريتيك هتحكم في العامه. لو انا لما هو الراجل ايجو ده كتب ريفيو وحش في مطعم جوستو، مطعم وقع. ليه؟ مع ان المطعم كان ممكن الناس تكون رايها فيه كويس، لان ناس كتير جدا مش شايفين ان رايهم له قيمه بمقارنه براي الكريتيك، وبالتالي هو الكريتيك قال ايه وحش خلاص مش هروح. فالكريتكس واخدين وضعهم في الوضع الحالي بناء على فكره ان هم دارسين وعندهم نوليدج وعندهم ويزدم وبيز عليه بياخدوا قرار، وده اللي هنشوفه في المحاضره السادسه، ان هم ديفلوب اساليب للنقد، اساليب معقده علشان خاطر يفهموا الناس ان مش اي حد يقدر يعمل نقد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الناس الاغنياء اللي معاها فلوس. الناس الاغنياء اللي معاها فلوس هي هدفها انها تشتري فن علشان ايه في الاخر؟ تشتري فن علشان خاطر يبان ان هم سوفيستيكيتد، يبان ان هم مثقفين وهكذا. الناس دي من غير النقاد مش عارفه يشتري ايه ولا مشتريوش ايه. فلازم كل واحد من دول تلاقي معاه ناقد بيقول له اشتري ده له قيمه كويسه، ما تشتريش مش عارف ايه. وبالتالي الكريتكس هنا ليهم دور في الاقتصاد، في فكره ايه اللي يتباع وايه اللي ما يتباعش. يعني لو الناقد عامل اتفاق مع الفنان ان هو يسوق له الفلوس بتاعته ويقسمه بالنص وياخد كوميشن، بقى الموضوع اقتصادي بحت. ده مش معناه ان الكريتكس كلهم بينقضوا فعلا بنقد شفاف، في بعض منهم بيبقى قابض عشان ينقض النقد ده، صح؟ وبالتالي احنا دلوقتي النقاد في الوضع اللي احنا فيه هم
علية القوم اللي ياخدوا قرار، الناس اللي تحت عامة الشعب بيلجأوا لي كسل بقى في ان هم ياخدوا their own decision، او ان هو بيثق فيه بما ان هو حد مثقف ولابس النظارة ومنزلها على مناخيره ومعاه الفايب وكده. وبالتالي وجود النقاد في العالم ده اهم من قبل كده. ليه؟ لان قبل كده انا ما كنتش محتاجه ناقد يقول لي ايه الصح وايه الغلط، انا محتاجه اشوف التشيرش بتقول ايه او الكاهن في المعبد بيقول ايه. ده دلوقتي النقاد بقى هم بدل كهنه المعابد للناس كتير، الناس اللي مش عايزه تاخد قرار، الناس اللي مش عايزه تفكر. افكر ليه؟ ما في ناقد اوريدي دارس الكلام ده وهو هيقول لي اعمل ايه، فانا همشي وراه خلاص. فبالرغم من ان احنا دلوقتي في عالم ممكن اي حد يقول اي حاجه، ما زال نسبه كبيره جدا من الناس بتكسل تاخد رايها الشخصي كحاجه هي دي اللي هم يعني شايفينها مهمه. فهمت ازاي؟ تمام يا دكتور، فتحت، شكرا. طيب العفو. عبد الرحمن محمد يوسف. دكتور، هو معلش بس هو انا كان ليا رد يعني على سواء على يعني ليا راي مختلف عن حضرتك. وانا شايف ان هو اصلا يعني تعريف البيوتي في كل عصر بيبقى يعني على حسب يعني الناس عايزه ايه في وقتها، يعني هي عايزين تعريف البيوتي ازاي. يعني زي ما حضرتك قلت على مثال جلو اند لافلي، هو في الاول ما كانش حد يعني هم اقتصاديا يعني شايفين ان هم يعني بما ان هم بيصوروا يعني الكريم تفتيح يعني فهم يعني لازم يقولوا ان هو كريم التفتيح هو اللي كويس. لما بعد كده لقوا ان في ناس متضايقه وانت ازاي بتقول كده، فهو يعني خلاها جلو اند لافلي عشان برضك يعني اقتصاديا يبقى مناسب ليه. انا شايف برضك ان هي نفس الحاجه، هو تعريف البيوتي دلوقتي بقى يعني عشان هو ما يقولش ان هو كان غلطان في الاول، ان هو يعني في الاول هو حضرتك معايا اي انا معاك، عشان هو ما يقولش ان هو كان غلطان في الاول في تعريف البيوتي، فهو خلى تعريف البيوتي مور جنرال، كل واحد يقدر يشوف الحاجه جميله من وجهه نظره. بس هو عمل كده كمان لسببين تانيين يعني خاصين، ان هو اول حاجه ان هو يدي ان مش شرط ان الناس لو شايفه الحاجه دي وحشه ان انت هي تبقى وحشه، لا ده ممكن لو ناقد قال لك ان الحاجه دي حلوه تبقى حلوه، فيبقى في كل واحد معاه ناقد يعني ينقد له الحاجه دي يقول له حلوه فيبدا هو يشتريها ويبدا يروح لها. يعني انا شايفها ان هي الصراحه كده وهتفضل كده، لان كل عصر اصلا بيبقى شايفها يعني بيسوق يعني بيسوق لنفسه يعني ان هو ازاي اصلا يعني يستفيد من تعريف البيوتي لمصالحه الشخصيه مش اكتر. في حين ان هو لو هو فعلا عايز يعرف البيوتي فهو المفروض ان هو يقول ان البيوتي هي اللي الناس كلها فعلا تتفق عليه ان هي شايفاه حلو. لان انا لو قلت فعلا ان البيوتي يعني ان هو يعني بيختلف من شخص للتاني فانا مش هقدر اقول على حاجه ان هي قبيحه، مع ان في حاجات اصلا يعني ما فيش اتنين هيتفقوا عليها ان هي حلوه. يعني انا اسف يعني لو جبت منظر يعني ان هو مش لطيف مثلا، انا اسف يعني سله زباله مثلا مش متغطيه او حاجه زي كده، اي حد هيشوفها هيقول عليها قبيحه. ما ينفعش ان انا اجي اقول لا بما ان هي اثرت في نفسي ان يعني لا دي حلوه، مش منطق خالص. على فكره عبد الرحمن انا مش معترضه معاك، بالعكس انا متفقه جدا من مع اللي انت قلته. وفكره جلو اند لافلي ايوه فعلا اتس ماركتنج ستانت عشان ما يدخل معاه في التارجت بتاعه الناس المعترضه على فكره الفيرنس. ومتفقه معاك، ده اللي احنا كنت لسه بقوله لنور من شويه على فكره ان الكريتيك بيقول ده حلو عشان ده يبيع. ومش انا مش عارفه ليه انت بتقولي انا معترض مع رايك، وانا شايفه ان انت بتقول نفس الراي اللي احنا كنا لسه بنقوله. الفكره كلها في حاجه ان هو انا مش معترض على الراي نفسه، هو انا معترض على يعني رايكم ان انتوا بتقولوا ان البيوتي في يعني هو دلوقتي بقى مور جنرال، وان هو يعني لا انا شايف ان هو زي يعني العلم اللي احنا بناخده ذات نفسه هو اصلا متاثر بان هي نسبه التسويق. اوكي فهمت. يعني مش كمان يعني مش الناس ذات نفسها، لا ده العلم ذات نفسه، والعلم ده متاثر كده على اساس ان يعني انا في الاول البيوتي كان ان الست مثلا تكون رفيعه لسبب بسيط مثلا، انا اسف يعني ما اقصدش ان انا اشبه حد خالص، ان مثلا اميره معينه او المجمل كان في الوقت ده رفيعين، لما بدا يظهر مثلا ان هم وزنهم زايد قال لك لا ده مثلا ده الاجمل كذا. العلم ذات نفسه اصلا بايزد، مش بيقول الراي السليم.
انا برضو بقدرش اعترض على اللي انت بتقوله، خصوصا ان في امثله كتير بتثبت ده بعد 1750. يعني اقول لك على حاجه، 1750 وقت الثوره الصناعيه، وقت ظهور الكابيتاليزم بقى والراسماليه والحاجات دي كلها، كل حاجه في الدنيا بقت ريليتد للبروفيت. وفكره ان البني ادم له رايه الشخصي كانفيدواليزم، ده في حد ذاته حاجه بتخدم الراسماليه. يعني الراسماليه ده كان هدفها الاساسي انها تخلي الافراد هم اللي متحكمين، لان منافسه الافراد مع بعض في بيشتغلوا اكتر، بيتعبوا اكتر، بيعملوا مجهود اكتر عشان يثبتوا نفسهم، كل ده بيخدم في الاخر صاحب راس المال. خلاص. وبالتالي لما انا بقول ان انا بعمل ده عشان بروفيت، والعلم نفسه مسيس بالبروفيت، يوهو ده انا عندي اكزامبلز بالهبل انا ممكن اقول لك عليها. فانت عندك حق، دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا لو احنا بنتكلم بعد 1750 ان كل حاجه بقت اقتصاديه، احنا في اخر 10 سنين بقى عندنا مشكله اكبر من فكره الاقتصاد. احنا بقى عندنا اي ترم بيتقال لازم يبقى اسمه ايه، بوليتيكلي كوركت. عارفين ايه البوليتيكال كوركتنس؟ ما حدش يبقى زعلان. ايوه، ان احنا اي حاجه اوفندنج لاي طبقه من المجتمع، ده معناه ان انت كده ريسس، ده انت كده وحش، ده انت كده مقرف، ده انت كده مش عارف ايه. مثلا احنا مثلا عندنا في مصر لجنه مش عارف ايه عانه المعاقين. كلمه معاقين دي كانت مقبوله من 20-30 سنه، دلوقتي ما بقتش مقبوله تماما ان انت تقول على حد معاق. دي الكلمه دي بوليتيكلي انكوركت، بقى لازم تقول people with disability، ما تقولش disabled people. disabled people يعني الناس عطلانة، لا، هم people عندهم disability. نفس الكلام ذوي الإعاقة، لكن مش معاقين. هنا إيه اللي بيحصل بقى؟ لو أنا قلت على حد إنه ما بيفهمش لأن هو رأيه في البيوتي مخالف عن رأيي، يبقى أنا كده politically incorrect. ليه؟ لأن أنا قلت عليه إنه هو ما بيفهمش، وده هيتقال لأن هو جاي مثلا من أفريقيا، عشان هو أسمر، عشان هو الميول الواتيفر بتاعته مختلفة عني، علشان هو دينه مختلف، وهكذا. فهتلاقي ان احنا بقى في ذعر ورعب وخوف في العشرين سنة اللي فاتوا من ان انت تبوينت اوت ان ده حد مختلف. وبالتالي ده زود فكرة الانديفيدواليزم، فكرة ان انا كل واحد من حقه نقول رأيه من غير ما حد تاني يعترض على رأيه ده. وبالتالي زود فكرة ان مبقاش فيه رأي واحد او مطلق. وما زالت الحاجات الاقتصادية موجودة، بس الحاجات الاقتصادية الموجودة كانت موجوده من زمان، من 1750 لغايه النهارده. الحاجات التانية اللي هي بتاعت البوليتيكال كوركتنس دي بدات من 20 سنه بس او من 30 سنه. مثلا في الستينات كان عادي جدا ان واحد بشرته سمراء ان هو ما يدخلش كليه معينه، وده كان اسمه سيجريجيشن، والسيجريجيشن ده كان ديسكريميشن فولفيلد باي الجوفرمنت، الجوفرمنت نفسها موافقه عليه. في الهاوسينج مثلا مشاكل كتير احنا درسناها، حاجه اسمها ريد لايننج، ازاي ان هم كانوا بيقسموا الديستريكتس بحيث ان الولاد الاطفال السود ما يدخلوش مدارس البيض. وبالتالي ده كان ماضي اسود في العالم عايزين ينسوه، وبيعملوا بافواره بقى دلوقتي ان هو يحاول يتقبل الناس بافواره زياده عن الحد، عشان يثبت لك انه كويس، عشان يثبت لك ان احنا وي اكسبت ايفري وان بغض النظر رايه في الجمال ولا في الفن ايه. وده ادى لفكره ان انا مش هزعل حد، ولما مش هزعل حد اصل كلهم يا جماعه على فكره في الاول في الاخر تارجت جروب المنتج بتاعي، يعني الرفيعه والتخينه والسمراء والبيضه واللي شعرها ناعم واللي شعرها خشن، انا بنتج لكل دول، فانا عايز كل دول يبقوا مبسوطين على نفسهم. فاي حد شايف نفسه ان هو جميل او كده اهلا وسهلا بيه. اي حد يعترض ان يقول ان دي حاجه مش جميله، انت كده متخلف ما بتفهمش. خلاص. وبالتالي بقى عندنا خوف ورعب من فكرة الديسكريمينيشن الاكسكلوجن، ان انت تبوينت اوت حد معين وتبعده عن المعادلة. خلاص. وده بقى دي ريسنت، وده برضو مأثر على العلم، مأثر على العلم. مثلا هديك مثال حقيقي، لسه من اسبوعين في واحدة ست عاملة بيبر في الاستروفيزيكس. الاستروفيزيكس بتتكلم على حاجات في الفضاء، فيزياء الفضاء، وعامله بيبر جديده عن مش عارفه حاجه ليها علاقه بالدارك ماتر او كده، وراحت قدمتها في جورنال علمي. الجورنال العلمي ده بعت لها تعليقات، واحده من التعليقات بتقول لها ان انت الجورنال البيبر بتاعتك بالرغم من انها بتتكلم في موضوع علميا كويس، بس هي مش بتراعي الكرنت ايشوز، او مش بتلمس على الكرنت ايشوز زي الجندر ايشوز
او الجندر او الايكواليتي او الايكواليتي في البي ما بين الديفرنت جندرز والحاجات دي كلها. طب هي بتتكلم في الاستروفيزيكس، دخل الجندر في الموضوع ازاي؟ ورفضوا لها البيبر عشان هي ما دخلتش كلمه جندر في الموضوع. ليه؟ لان بقى ده الكارنت ايشوز والهوت ايشوز لازم كلنا نتكلم عليها، بغض النظر انا بتكلم في الاستروفيزيكس ولا بتكلم في الارت ولا بتكلم في ايه. فهمت الفكره بقى ان كل حاجه بقت مسيسه وموجهه، فطبيعي ان انا علشان ارضي جميع الاطراف وابقى بوليتيكلي كوركت طبيعي ان مبقاش فيه تعريف مطلق، وطبيعي ان مبقاش 8 بليون 8 بليون تعريف مختلف للجمال. ده معناه ان انا وانت على نفس الصفحه يا عبد الرحمن، صح ولا لا؟ حتى الان تمام، وانا متفق مع حضرتك يعني 100%. تمام. انا عندي اكزامبل اكتر بكتير من مجرد بس الفن ومجرد بس الحاجات اللي هي ليها علاقه بالجمال وكده، لان انا بدرس تاريخ تخطيط. ففي التاريخ تخطيط ازاي الاقتصاد والبوليتيكال كوركتنس والحاجات دي كلها اثرت ان المدينه بقى شكلها عامل ازاي. الدكتوراه بتاعتي كانت عن كده، يعني الدكتوراه بتاعتي كانت عن جلوبالايزيشن والايكونومكس والبوليتيكال ساينس والمدينه والسيجريجيشن جوه المدينه، ازاي الناس كانت الاغنياء والفقراء والبيض والسود والناس دي كلها كانت بتتوزع ازاي من زمان لغايه النهارده. فانا عندي اكزامبلز بالهبل اللي هقدر اقول لك عليها ليها علاقه بفكره ان احنا اي حاجه ليها بروفيت هي ليها اولويه، واي حاجه هتكسكلود حد بقت مرفوضه دلوقتي. فكره الاكسكلوجن زمان كانت بتحصل sanctioned by the government، يعني government كانت موافقة وعاملة الحاجات دي، دلوقتي بقت مرفوضة تماما وبقت الحكومة هي اللي بتهاجم أي حد بيعمل exclusion. خلاص، لدرجة إن هتلاقي أي حد من vloggers أو الناس اللي على تيك توك أو على إنستغرام قال جملة، الجملة دي كان فيها إهانة لأي حد، هتلاقي إن في هجوم عليه جدا على السوشيال ميديا والفولورز بيسبوه لمجرد إن هو مثلا علق تعليق ممكن يكون ده رأيه الشخصي، بس رأيه الشخصي ما دام مش مقبول لمجموعه من الاشخاص عشان هو بيبقى فيه اي اهانه او اكسكلوجن، الاكونت بتاعه في الاخر بيقفل وبيخسر ملايين. واعتقد شفنا اكزامبلز كتير على كده يعني. طيب حد تاني عنده سؤال؟ طيب حد تاني عنده راي او اعتراض او اي حاجه من الحاجات دي؟ احنا في حد رفع ايده؟ عبد الله، اتفضل يا عبد الله. في نقطة يا دكتور يعني ما زلت متمسك بيها، ان وجود مطلقات في حاجات يعني مستمدة من ان ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا، بس يعني في مطلقات، لان يعني انا ممكن اتكلم على كذا حاجه بتورينا ده. يعني مثلا فكره ان الناس دلوقتي، يعني مثلا زي كنت بتتكلمي على موضوع كريتكس، وان الناس بتدور لحد يقول لها، هي الناس في الوضع الحالي اللي هو يعني نسبه مطلقه في كل شيء، فهي محتاجه تعرف، محتاجه تعرف معايير، لان هي مش هتعرف تعيش. يعني مثلا ما زال بيدرس معايير عصر النهضه في العماره، ليه؟ لان دي معايير، دي حاجه فعلا تدرس، انما الحاجه التانيه كل حاجة فن، فإذا واحد ممكن يعمل أي مبنى، فده مش تعليم. يعني هو ممكن يبدع وده يحسن. لا لا لا، ما عاد كيف. لا بص، دي نقطة أنا مختلفة عن إيه؟ العمارة. طيب. العمارة مختلفة عن الفن اختلاف فظيع، لأن العمارة فيها حاجتين، فيها form and function. الفن فيه form بس. لما أنا بتكلم على إن الفن أعمل أي حاجة زي ما أنت عايز، فأنت بتحقق الform اللي في دماغك زي ما أنت عايز. لكن إحنا في function عشان نعمل مبنى، ما ينفعش ان انت الفتحات تبقى مثلا في غرفه من غير فتحات خالص، عشان انت في الواجهه عايز تعمل فورم شكله عامل كده، لان الفتحات فانكشن مهمه ليها علاقه بالتهويه، ليها علاقه بالاضاءه، ليها علاقه بكتير. وبالتالي انت عندك حاجات يو هاف تو ريسبكت وانت بتعمل الفورم، هي ان في بني ادم عايش، ان في كونتكست انت بتبني فيه، ان في ستراكشرال سيستم لازم المبنى يبقى اصلا يتبني. كل الحاجات دي كلها هتاثر على انت. في حاجات مش نسبيه، في حاجات فانكشن وفي حاجات تقريبا يعني باي نمبرز. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على المعالجات البيئيه ولا فكره عزل الصوت ولا الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها تكنيكال تماما. وبالتالي انا لما اجي اعمل الفورم، انا بعمل الفورم اراوند الحاجات التكنيكال دي وحاجات الاراوند الفانكشن. وبالتالي انا بالنسبه لي الرينيسانس ستاندرز اللي انا ما زلت بستخدمها لغايه النهارده في الفيجوال ديزاين، هي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اكريت بيها
relatively good form مع الفانكشن اللي انا بعملها. ما ينفعش ان انا اجي طرقع الدنيا واعمل مبنى زي مثلا اللوحه دي، ما ينفعش، لان انا عندي فانكشنز، عندي فتحات، عندي تهويه، عندي مواسير، عندي صرف، عندي حاجات كتير جدا، عندي بني ادم بيتحرك ابعاد. يعني اقول لك على مثال مثلا شهير جدا في الموضوع ده، المعماريه الشهيره جدا زي حديد ليها مبنى. المبنى ده بدرسه كباد اكزامبل في ماده الهيومن بيهيفير، لان احنا هي تعرف زي حديد بتعمل هير اون فورمز وكده، وكانت في مره من المرات بتعمل محطه اطفاء حريق. محطه الاطفاء الحريق ليها فانكشنز مهمه جدا، وفيها غرف للناس اللي هي بتاعه فريق الاطفاء، ولازم بيبقى في حاجه اسمها ريسبونس تايم، ان انت وانس ان الجرس ضرب ان في حريقه في حته لازم هما بيجروا بيلبسوا في مكان وبعدين بينزلوا الدور اللي تحت ياخدوا العربيات ويجروا وهكذا. فالست هرم عملت كل السبيسز وكل الحاجات، وبعدين جت الفورم ما عجبهاش شكله ان هو ريجيد قوي، وراحت مميله السقف، مميله السقف في كده عاملاه ويف يعني على اساس ان الشكل يبقى فيه حركات. الموضوع ده عمل تأثير فظيع جدا على الناس اللي شغالة جوه، ان دلوقتي الطرقة اللي هو كان بيجري فيها بسرعة جدا بقى سقفها مايل، بقى سقفها مايل في حتة مخليه مش عارف يصلب طوله كله وهو بيجري، فبقى بيمشي في حرف الطرقة، وبيبقى ساعات الطويل منهم بيبقى موطي، كانوا بيقعوا بيكعبلوا بعض. مش بس بيكعبلوا، ما بقاش بيجري بسرعة، عشان لما بيجري بسرعة بيقع، فبقى بياخد باله ان هو يحاول يمشي بالراحة شوية في الطرقة. الريسبونس تايم بتاعهم زاد جدا، يعني الناس بقت بتولع وهم لسه ما نزلوش، لان هم مش عارفين يتحركوا في السبيس بتاعهم. وبالتالي على فكره المكان ده من كتر ما فعلا كان فيه مشكله في الفانكشن اتقلب متحف، ما ينفعش يشتغل كمحطه اطفاء اصلا. وهنا يجي ارجع اقول لك بقى ان كاركتكت انت مش حر ان انت تعمل الفورم زي ما انت عايز، فانت مش حر بمعنى ان انت مع حضرتك. بس ده برضو ممكن نطبقه لو قلنا ان في اخلاق مطلقة، فما ينفعش احيد عنها او اعمل حاجة تبوظها. يعني مثلا فكرة التيست، ممكن يكون الناس كلها مجتمع على حاجة معينة، بس اجتماعهم عليها ما يخليهاش حاجة حلوة. انا هعملهم باعتبار اللي هم مختارينه، بس مثلا يعني مثلا في المثال بتاع الاغاني وتطورها وكده، انا ممكن احكم على الاغاني من وجهة نظر أخلاقية. يعني هي الأغاني دي جاية من أنهي مصدر، يعني إيه البيئة اللي بتتكلم عليها، وبتوجه لإيه، أو بتحرض الإنسان على إيه هذه الأغاني. أنا ممكن ساعتها أقول إن هي ما تنفعش، أو مثلا إن الذوق بينحدر. يعني كلمة الذوق بينحدر هيبقى لها معنى فعلا لو قلنا إن الأغاني دي بتسوق الأخلاق أو طالعة من أخلاق أسوأ، لو قلنا ان في اخلاق مطلقه. فاذا يعني انا عشان كده بقول ان هم قريبين من بعض، لان في حاجه برضو انا محتاج احافظ عليها. ولما حضرتك كنت بتقولي على النقاد، الناس محتاجه نقاد، لان كل حاجه بقت ما يعني ما بقاش في تعريف، بس الناس حاسه ان ده غلط. ويمكن ده وجود الفطره في الانسان، ان هو الناس فعلا حاسه ان في غلط يعني، وده بشكل عام في كل الدنيا الناس حاسه ان في حاجه غلط. انا هسالك سؤال، عبدالله انا هسألك سؤال. الناس على فكرة كانت شايفة ان في حاجة غلط في الأغاني الشبابية، مشيوا وبقى في بدلهم ناس تانية شايفين أغاني شبابية كويسة، بس مش ده الموضوع اللي عايز اكلمك فيه. انا عايز اكلمك في حاجة تانية ليها علاقة بالأخلاقيات والحاجات المطلقة. الأديان كلها متفقة على ان القتل حرام والسرقة حرام، صح ولا لا؟ ده بشكل مطلق، صح ولا لا؟ هل ده معناه ان انت لو قتلت حد في سيلف ديفنس ده حرام؟ القتل بدون سبب الناس كلها متفقه ان هو غلط، ان واحد ياخد يعني ما قطع نفسا بغير نفس، كله بيقول نفس ده يعني. ايوه مش قصدي ان حتى حاجه زي القتل اللي احنا متفقين انها غلط بشكل مطلق هي ما زال ليها اكسبشنز. بس الاكسبشنز دي متعرفه. ايوه، ما هو ده قصدي، ان انت حتى الحاجات اللي هي لازم تبقى مطلقه بشكل مطلق احنا عارفين ان ليها اسباب تانية في بعض الحالات، مثلا في الجهاد او كده. القتل ده يعني ما هو اللي مدي الاكسبشن هو المصدر المطلق، يعني اللي مدي اكسبشنز نفس المصدر المطلق، يعني برضو ما زالت هي حاجه مطلقه. ايوه نفس الكلام في السرقه، لو احنا بنتكلم ان السرقه حرام، بس انت لو سرقت عشان تاكل ولادك بيحصل ايه؟ بتقطع ايدك؟ لا. My point is ان دي حاجات ليفل اعلى بكتير من فكره الجماليات او الاخلاقيات. يعني لو احنا بنتكلم في القتل والسرقه دي حاجات مطلقه، والاستثناءات بتاعتها مطلقه ومعروفه، لانها من الحاجات اللي هي
اعلى حاجه في سلم الاخلاقيات. خلاص مش احنا عندنا الذنوب حتى كبائر وفي حاجات تانية اصغر شويه، هي نفس الفكره. الاخلاقيات بتاعه الجماليات ما ينفعش نقارنها بشكل مطلق، ده حتى القتل ما ينفعش نتعامله بشكل مطلق، الجماليات هنتعامل معاها كده. يعني الفكره عشان كده قلت لك في الاول وفي الاخر ايه الحاجه الوحيده المطلقه في الكون؟ هي ربنا سبحانه وتعالى. اي حاجه تانية هتلاقيها مختلفه من مكان لمكان ومن زمن لزمن ومن ناس لناس، وبما انها حاجه مش منزله ان ايه الجميل وايه اللي مش جميل، او فبالتالي احنا عندنا انتربريتيشنز، والانتربريتيشنز موجوده في كل حاجه، حتى في الدين في انتربريتيشنز. فبالتالي فكره الفكره بتاعه ان حاجه مطلقه او ليها ضوابط محتاجين ننساها في اي حاجه دنيويه بتحصل في الفن وفي العلم وفي الحاجات دي كلها. لا بس في حاجات لازم نحسب منها، لان في حاجات احنا متاكدين، انا مع حضرتك ان الحاجات اللي بيبقى فيها لي وي بين الناس لازم ابقى مستوعب ان في لي وي وفي مساحه الناس تتفاعل فيها، بس في حاجات لازم يعني مثلا بوليتيكال كوركتنس ما يخلينيش مثلا اقبل مجموعه من الناس انا المفروض ما اقبلش التصرف ده منهم، او تمام. لازم في فرق بين انت، في فرق بين انت، خد بالك البوليتيكال كوركتنس اللي هي كانت من 20 سنه ما كانتش موجوده. يعني البوليتيكال كوركتنس في حد ذاتها مش مطلقه، من 20 سنه الناس دي كان ممكن تشتم فيهم عادي، وبعد 20 سنه الله اعلم ايه اللي هيحصل. يعني انا قصدي ان حتى ده مش مطلق، ده بيتغير. فكره الحاجه المطلقه هي الحاجه اللي جه فيها امر صريح في الاديان السماويه، والاستثناءات بتاعتها برضو جالها امر صريح. اي حاجه غير كده في السوشيال ساينسز ما تعتبرش مطلقه، حتى في العلوم. انا اقول لك امبارح كنت بدي محاضره عن الفرق ما بين الناتشرال ساينس والسوشيال ساينس، وبنتكلم على فكره ازاي ان الناتشرال ساينسز فيها قراءات، فيها كوانتيتيف داتا، فيها حاجات بتطلع لي نتائج، والنتائج دي انا هي ريلايبل وفاليد. السوشيال ساينسز مش كده، لان الناس والهيومن بيهيفيرز والحاجات دي كلها ما فيهاش حاجات مطلقه وثابته، يعني ممكن تبقى اب تو انتربريتيشنز. العلم نفسه اللي انا بقول عليه كوانتيتيف وريلايبل وفاليد، بعد ما نكتشف حاجه تانية كمان 5 سنين النتائج اللي انا مطلعها من 5 سنين ما بقتش ريلايبل ولا فاليد، لان في حاجه كده ظهرت. يعني حتى لو احنا واثقين في الميثودولوجي العلميه في ناتشرال ساينس المعتمده على الارقام والناتشرال داتا، حتى دي قابله للتغيير، لان بعد شويه هيطلع تكنولوجي جديده تثبت ان انا اللي انا كنت بعمله من 5 سنين ده كان هبل. فما بالك بقى بالحاجات السوشيال والايكونوميك والهيومن بيهيفير والحاجات اللي هي اصلا اساسا كسوشيال ساينس اب تو انتربريتيشنز. اقول لك على حاجه، عايزك تقرا على حاجه اسمها بوزيتيفست وانتربريتيفست، دي ابروتشز للساينتفك انكويري. يعني ازاي ان السوشيال ساينسز زمان كانت مبنيه فعلا انتربريتيشن دراج، ان هم ما كانوش بيعتبروها ساينس اساسا، وازاي الناس البوزيتيفست ابتدوا يحطوا لها ميثودولوجي، يحطوا لها حاجات علشان خاطر نقدر ناخد منها معلومه نعمل لها جنرالايزنج، لان الموضوع بس برضو ان انت تعمل كوانتيفاينج للكواليتيف داتا دي في حد ذاتها اخذت مننا قرن من الزمان عشان نعرف نعملها. كمان قرن من الزمان ما نعرفش هنتعامل ازاي مع الهيومن بيهيفير. ممكن يبقى عندنا النيورو ساينس هيتطور لدرجه ان انا بحط حاجات على دماغ البني ادم تديني الريدنجز وانا قاعده مكاني مش بعمل اوبزرفيشنز. يعني اي مين ان تطور العلم ممكن يطلع لي نتائج انا عمري كنت اتخيل ان انا ممكن الاقيها، فيغير لي الكونسبت اساسا انا بدرسه. وده حصل في حاجات كتير. يعني كل الناس كان عندها حقائق مطلقه في وقت من الاوقات، زي الناس مثلا اللي كانت مقتنعه ان وقت كوبرنيكوس وجاليليو، وما الناس دي كانت بتقول ان الارض مش مركز الكون وان الارض بتلف حوالين الشمس. ده بالنسبه للناس الثانيه كان معارض للحقيقه المطلقه بتاعتهم، ان هم مقتنعين اقتناع مطلق ان الارض هي مركز الكون وان الشمس بتلف حواليها. وبالتالي ان حتى اللي احنا شايفينه دلوقتي حقيقه مطلقه ممكن للناس اللي بعدينا مش هيبقى حقيقه مطلقه خالص، خصوصا في الحاجات الهيومانيتيز، خصوصا في الحاجات اللي فيها بني ادمين ولا بس انا بس ده ما ينفيش لو في حقيقه مطلقه وجهه نظر الناس مش هتفرق في كونها حقيقه مطلقه. دي نقطه انا محتاجه ابقى يعني متاكد. يعني ايه ما فهمتش اخر يعني بقى. لو في حاجه احنا قلنا ان هي حقيقه مطلقه او يعني خلاص احنا متيقنين منها تماما، مش احنا هي حقيقه مطلقه، ما نقدرش نقول ان عشان الناس ما كانتش بتفكر فيها كده ان هي مش حقيقه مطلقه. هي بالنسبه لهم كانت حقيقه مطلقه، بالنسبه لهم ما كانش عندهم شك انها حقيقه مطلقه.
صح. لا هي ما كانتش حقيقة مطلقة في المطلق، لان بس بالنسبة لهم هي ما كانش عندهم شك. لا وهتلاقي انا كمان اقصد عندنا ناس لو لحد في دلوقتي حاجة مطلقة فعلا، رأي الناس على مر العصور مش هيفرق، لان هي حاجة مطلقة بص يا اصلا. بص يا بص يا عبد الله، انا هقول لك على حاجه. ما فيش حاجه مطلقه في الوجود غير ربنا سبحانه وتعالى، ماشي. لان اي حاجه تانية هي ما على هو حاجه تانية. احنا لو وبعدين ما كانش اتكلمنا التانية مثلا عن هي على ناس حاجه يبقى مفيش كفر. ايام الجريك ميثودولوجي وكده، رأيهم اللي هم كانوا شايفينه مطلق ساعتها ما غيرش في ان اللي هم شايفينه كان غلط فعلا. ده اللي اقصده. وده اللي انا برضو بقصده، ان مش معنى ان هم مقتنعين بحاجه انها حقيقه مطلقه انها تبقى مطلقه فعلا. نفس الكلام في الفن، مش معنى ان احنا مقتنعين ان ممكن يبقى فيه تعريف مطلق للفن ان ممكن يبقى فيه فعلا تعريف مطلق للفن. ده ممكن انت تكون زيك زي الناس اللي وقت الجريك مقتنعين بحاجه على انها حقيقه مطلقه، بس هي لا حقيقه مطلقه ولا نيله، بس هي نفس الفكره. فهمت قصدي؟ تمام. تمام. احنا ممكن نكمل كلام يعني. انا كده كده الدكتور قايل لي لازم اتمشى انزل التراك والف، بس مش بلحق انزل الف في النادي. فانا قررت ان انا انزل على قد فلوسي الف في الكليه حوالين الملعب. ففي السبت والثلاث احتمال ببقى دايما متواجده حوالين الملعب، بلف بعمل رياضه بس عشان خاطر الصحه بقت تعبانه يعني. فلو انت موجود في الكليه سبت او الثلاث، تعالى جوين مي وانا بلف التراك ونتكلم نكمل الكلام في اللي انت عايزه. تمام يا دكتور، شكرا. تمام. عمر ابراهيم، ناس كتير نزلت ايدها، كان في 4 ناس رافعين ايديهم وبعدين فجأة الناس كلها نزلت. عمر ابراهيم اتفضل. دكتور، انا ما كنتش حاضر من الاول، بس كنت اظن ان راي عبد الله ان في حاجات اللي هي الحاجات اللي هي المطلقه، يعني مثلا عندنا في الدين في حاجات هي كده كده هي دي اللي هي الصح يعني، وان اراء الناس على مر العصور المختلفه او الاوقات المختلفه او فكرهم المختلف هو ده كان في وقتهم بس. يعني زي مثلا مثال بتاع الاغاني، ان زمان كانت الناس تسمع ام كلثوم وكان بالنسبه لهم دي احلى حاجه، دلوقتي مثلا عمرو دياب الناس دي، وبعد كده يبقى مثلا في المهرجانات. بس ده مثلا يعني دي ميول عصور معينة بالنسبة لهم، يعني مش حاجة صح أو مش حاجة غلط. لكن الحاجات اللي هي المطلقة اللي هي ما فيهاش أصلا جدال، اللي هي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا هو الحاجة المطلقة فهو فرضها علينا، فبالتالي هي بقت حاجات يعني أساسية. القوائم اللي هي أيا كان يعني دي المفروض بنمشي عليها على مدار العصور، والتغييرات التانية دي بتبقى حاجات ثانوية شوية أو مش مؤثرة قوي في الأساسيات بتاعة الحياة. يعني أظن مش عارف ده كان قصده ولا لأ. يعني هو انت كلامك صح ومتفق معانا في اللي احنا بنقوله، ان بما ان مفيش حاجه اتقالت لنا على تعريف الجمال شو بيعمل ازاي، حاجه جاي من فوق، ده معناه ان تعريف الجمال مستحيل يبقى شيء مطلق بالظبط. لانه مش نازل في الدين. وعموما بالعكس، ده حياتي في كتير عوامل كده كتير يعني. بتاثر عليه. بالظبط. تمام، شكرا يا عمر. عبد الرحمن، هو أنا لو ممكن بس يعني أضيف حاجة هتحل يعني الحاجة زي يعني هتحل المشكلة دي، أو يعني مثلا الديسكشن ده ممكن تنهيه. هو يعني بالنسبة لشيء مطلق أو مش مطلق، فيعني لو أنا هقول إن الجمال أنا ما ينفعش أحط له تعريف، وفي أشياء مطلقة مثلا ممكن يعني أحط لها مثلا يعني تعريف أو أحط لها شرط معين، فهو في الهيومن رايتس، لو حد سجل هيومن رايتس، هما إن حتة إن يعني إن أنا أقول إن مثلا ان انا يعني عقوبة القتل هي مثلا المقابل ليها مثلا الاعدام، ففي دول اصلا بترفض تماما حتة الاعدام، وبتقول ان احنا ذات نفسنا يعني في بعض الدول ان ده غلط وحاجات زي كده. طب هو ادي حاجة مطلقة ومفروغ منها ويعني نازلة في الاديان السماوية، ومع ذلك كمان يعني هم رافضينها، فمش هقدر اقنعهم اقول لهم مثلا ان البيوتي لا لازم يتحط له مثلا تعريف. صعب جدا. بالظبط، وده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ان لا الفن كمان ولا مش بس الجمال، لا الفن كمان ينفع نقول عليه تعريف، لان احنا كده بنكبت حريه الاشخاص في التعبير عن انفسهم، لان من حق كل واحد يعبر عن نفسه بالطريقه الفنيه اللي هو شايفها. احنا الحاجه الوحيده اللي نقدر نتحكم فيها، ده اللي قلته المره اللي فاتت، هي نفسنا، الفاليوز بتاعتنا اللي احنا نتقبله. يعني انت كعبد الله، كعبد الرحمن، كعمر، كل واحد فيكم من حقه يهاف هيز اون values أو his own definition of beauty اللي يتقبله وما يتقبلش غيره، لأن ده your personal opinion and you're entitled to. خلاص. فكرة إن يبقى في ضوابط عامة للناس كلها مش هيحصل،
مش هنرجع تاني للميدل ايجز، لان ده بالنسبه لهم اصلا فكره الحداثه هي رفض اي حاجه قديمه، وفكره ان حاجه كانت بتحصل زمان ان يبقى في راي واحد الناس كلها بتتفق عليه ده بيعتبر ضد الحداثه، وبالتالي هتلاقي ان الناس رافضه ان ده يحصل. لكن الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تتحكم فيها هي نفسك بتقبلك الاشياء. يعني انا مثلا انا قلت لكم كام مره فاتت ان انا عندي مشكله مع ديزني، والمشكله دي زادت الاسبوع اللي فات ان انا دخلت فيلم بتاع تيرنينج ريد وابتديت اتضايق جدا جدا وانا قاعده، اللي هو انا ديزني بقيت اكرهها ازاي، انا بقيت بتضايق من افلام ديزني بالمنظر ده، لان الفيلم مش عايز احرقه لحد يعني، بس نسخه من لوكا في فكره تقبل نفسك بغض النظر انت وحش ولا كويس، وفكره ان اي حد مش تقبلك زي ما انت يبقى هو المتخلف، وده في حد ذاته اعتراض او تعدي على حقي انا في ان انا اقول رايي ان هو ان البني ادم ده يعني ما ينفعش يعمل ده خلاص. فبالتالي انت الحاجه الوحيده اللي انت فعلا تقدر تتحكم فيها هي your own value، انت متقبل الحاجه دي ولا لا. انا مثلا خلاص شفت الفيلم وما تقبلتوش، واتكلمت مع اولادي وقلت لهم ان ده الفيلم ده احنا شفناه خلاص مره مش هنشوفه تاني، عشان انا مش عاجبني عشان كذا وكذا وكذا وكذا، عشان في افكار كذا وكذا وكذا وكذا، وانا الافكار دي شايفه انها افكار مش كويسه ان انتوا تتعلموها. فإلا أنا قدرت أتحكم فيه تحكمت في نفسي وفي أولادي والحاجات اللي هم بتوصل لهم، لكن أنا أقدر أحكم على الناس وأقول لهم إن فيلم تيرنينج ريد واحد وحش ما تشوفوش، ديزني وحش وأطلعها، مش هيحصل. هل الناس هتحط ضوابط على ديزني؟ إيه الأفكار اللي تعرضها؟ إيه الأفكار اللي ما تعرضهاش؟ لا. وبالتالي فكرة ضوابط، فكرة الحاجات المطلقة مش موجودة، لكن الأفراد من حقهم إن هم يتحكموا في اللي يتلقوه إيه. انا اصلا كتبت بوست بتاع صفحتين على موضوع افلام ديزني ده، وبعدين في الاخر الدرافت ما اتسيفش، وصحيت الصبح لقيت البوست ما اتحطش، مش قادره اكتبه تاني الحقيقه، بس يعني لو جاي وقت هقعد اكتب لكم بالتفصيل مشكلتي مع افلام ديزني الفتره اللي فاتت. طيب في ناس برضو كانت رافعه ايدها ونزلتها، في هدير كانت بتسال على الشات، كانت بتقول دكتور احنا لو قلنا ان وجود النقاد مهم عشان الناس شايفه ان عندهم علم، معناه ان النقاد بيدي رايه بشكل اوبجكتيف؟ لا، النقاد في منهم بيدي رايه بطريقه اوبجكتيف، في منهم بيدي رايه بطريقه سبجكتيف، في منه ناس بتدي راي بيزد على القبض اللي بيقبضوه على السبوبه، في ناس بتدي رايها بيزد على بتقول ان هي بتعمل اوبجكتيفيتي بس هي فعليا ليها اجنده، هيدنج اجنده بتقول على عليها رايها. بالنسبه للعماره احنا عندنا المشكله دي في العماره، ان احنا عندنا الكريتكس اللي هم الجورنالست اللي بيكتبوا في العماره مدارس مختلفه، والمدارس دي انا كنت مديه عليها محاضره امبارح نزلت على اليوتيوب برضو الدفعه سنه ثالثه انفايرمنتال، بنسميهم البلانتس مختلفه، بنسمي النقاد في العماره لثلاثه كواكب مختلفه، وكل كوكب عليه ثلاث انواع من النقاد. النقاد في منهم اوبجكتيف وفي منهم مش اوبجكتيف خالص، وفي منهم اوبجكتيف على حسب هواه، فالانترستد اكتر يعرف النقاد نفسهم اتجاهاتهم ايه ممكن يبص على المحاضره دي على اليوتيوب، او يستنى المحاضره السادسه. في المحاضره السادسه هنتكلم اكتر على الارت كريتيسيزم. عمر اتفضل. ما انا علشان السؤال ده دكتور عشان كده حته النقاد دي، يعني انا طالما انا بعمل الحاجه اللي هي اصلا اوريدي صح او اوريدي هي في الدين او في القانون العاديه مظبوطه، فانا ما مش لازم ان انا انتبه اصلا لاراهم، زي ما حضرتك بتقول ان هي بيبقى ممكن لاسباب تانية هم بيقولوا الاراء بتاعتهم، يعني حاجه ما تبقاش اوبجكتيف في الاخر. يعني انت يعني انت عندك الحريه ان انت تتبع نقد حد من النقاد، وانت برضو عندك الحريه ان انت تكريت يور اون اوبينيون. انا مثلا معايا في مشكله ديزني انا ماليش دعوه النقاد بيقولوا ايه، انا عندي مشكله شخصيه معاها، ده رايي انا ومن حقي ان انا يعني التزم بالراي ده. في بعض الناس التانية شايفه ان هي انها ما بتشوفش الكلام ده بيزد على رايها الشخصي، بيزد على ريفيوز الناس. يعني مثلا تدخل على نتفليكس وهي تلاقي الناس بيقول لك الفيلم ده اشوفه ولا لا، ريفيوز يا جماعه ريفيوز دي، فانا اساله حلو شوفه. طب هو ليه يسمع راي الناس الثانيه هو ما يعرفهمش؟ ممكن الناس دي اصلا تكون ما بتفهمش، بس في ناس كده، في ناس يعني بتسمعها اسهل منها تضر راي او تعمل راي لنفسها، بيبقى اسهل لها انها تاخد اراء الناس الثانيه منهم نقاد او غير النقاد. ما انا مؤيد لحضرتك، ان قصدي بالنسبه للحاجات اللي انا يعني مؤمن بيها وعارفها وكده، يعني هو ده اللي بيخليني احكم على الحاجه، يعني مش راي النقاد بتاع العصر الفلاني هو اللي بيخليني احكم. انا متفق مع حاجه زي كده ان هم مش لازم يكون رايهم صح، مش لازم يكون رايهم اوبجكتيف اصلا، وطالما الحاجات دي مثلا ما فيهاش اي مثلا حاجه غلط او حرام بالنسبه للحاجات اللي انا بؤمن بيها، فخلاص يعني مش لازم ان انا التفت لحاجه زي كده، طالما هي حاجه متغيره وما بتحكمش على حاجه اوبجكتيف دي. يعني قصدي كده صح كده، هو احنا زي ما احنا كنا بنقول your own values اللي بتحكم بقى، والvalues دي ممكن يبقى منبعها ديني، ممكن يبقى منبعها انساني، منبعها
علمي ايا كان بقى الفاليوز بتاعتك دي انت جايبها منين، مش كلنا عندنا نفس السيت اوف فاليوز ومش جايبينها من نفس المصدر. بالظبط. تمام، شكرا لك. طيب حد تاني عنده اي سؤال او راي او اي حاجه؟ هدير برضو بعتت شكرا. اوكي خلاص، مع يعني هدير اقتنعتي باللي اتقال. تمام، حد تاني عنده اي اسئله او ريفلكشنز او اعتراضات او تخيلات او اي حاجه؟ على فكره احنا خلصنا المحاضرات السخيفه، يعني الثلاث محاضرات دول هم دول الثلاث محاضرات اللي فيهم تعريفات وفيهم الباك جراوند وفيهم ان انا بحاول اقنعك بس الناس مختلفه. المحاضرات اللي جايه الثلاث محاضرات الاربع محاضرات الجايه هي دي المحاضرات اللطيفه اللي فيها ازاي بقى نبتدي ان البيلد الرابط العجيب ما بين الفن والحاجات الثانيه. عبد الرحمن اتفضل. هو انا كتبت كذا حاجه، فهو انا خايف بس يطلعوا مش مترتبين، بس انا هحاول يعني ايه اقولها منظمه بشكل ما. هو يمكن كنا مهندسين يعني مثلا بسبب تعاملنا مع الارقام والمسائل وكده بيخلينا دايما نحاول نوصل للحقيقه المطلقه او التعريف او ايا كان، بس هو يمكن في الفن بالذات احنا مش لازم نوصل لتعريف، لان هو انت بالتعريف ده بتحاول تقيد نوعا ما حاجه حره او حاجه متغيره بتتغير على حسب الزمان والمكان والشخص. فان انا احط تعريف ده قيده، يمكن زمان كانت القيود دي كانت مفيده، لان انت يعني بتقيد مثلا سواء الاكل مثلا، المثال اللي جاي في بالي هو فكره ان هو ماشي زمان ما كانتش كل الموارد موجوده، فكان ممكن في بلد معينه يعني زي تركيا مثلا كان الاكل عندهم بيقولوا ده اكل حلو وهو مش متبل، في حين ان انا لما هاكله مش هيعجبني. فزمان يمكن كان عندهم اللي هو معيار الجمال هو مثلا سوى الاكل او حاجه زي كده، احنا كان معيار الجمال عندنا التوابل. اول ما العالم انفتح بقى خلاص كل واحد بقى انتايتلد للاوبينيون بتاعه. يمكن ده اللي كان مضايقني في الاول من التعريف بتاع المودرن تايم، فكره ان هو اللخبطيطه اللي حضرتك بتقول عليها، بس هي لا، لما ببص من منظور تاني هو فعلا انا مش محتاج يعني، هو النقاد موجودين والنقاد بيقولوا ان الاكل ده حلو بس انا مش عاجبني، خلاص انا مش لازم اقول ان هو الاكل ده حلو. ايوه بتفكرني بالناس اللي بتقول نفسي اكل سوشي وناس تانية تقول لها ايه يا عاقل السوشي ده. مش كل الناس لازم تاكل سوشي يعني. طيب على فكره انت قلت كلمه حلوه قوي، الكلمه دي انا لسه قايلها حالا لعبد الله من شويه لما كنا بنتكلم على الناس اللي هم وقت الجريك والميثولوجي، لما كنا بنقول ان هم مقتنعين بالحاجات دي بالنسبه لهم الالهه بتوعهم كحقيقه مطلقه بغض النظر هم موجودين ولا مش موجودين او هم حقيقه ولا مش حقيقه اصلا. فانا ساعتها قلت لعبد الله ان هم ما كانش عندهم شك، يعني هم ما شكوش للحظه ان الفاليوز بتاعتهم اللي هي نابعه من الكاهن او من السنت اللي هو بتاع الشيوخ ده والحاجات دي كلها، ما كانش عندهم شك في ان دي حاجه مش حقيقيه او ليها اجنده او ليها اسباب خفيه او اي حاجه من الحاجات دي. زينا زي ما احنا كمهندسين قلنا في اول محاضره خالص ان احنا كمهندسين الجزء بتاع الشك عندنا في دماغنا قليل لان احنا معتمدين اكتر على وجود الفاكتس. فالشك اللي هو مش اي شك في اي حاجه، الشك الحميد اللي هو هيؤدي بيك لايجاد حلول احسن او معرفة الحاجات اللي حواليك على طبيعتها بقى اللي هي المجردة دي، واحدة من الحاجات اللي احنا كمهندسين فعلا عندنا نقص فيها زي ما انت بتقول. يعني كجزء كفانكشن في الدماغ قليلة جدا ما احنا بنشكك في نفسنا او بنشكك في الحلول اللي احنا نقدمها او بنشكك في حاجات كتير حوالينا، فبالتالي احنا دايما بنلجأ لان الحاجة كلها تبقى متستفة من facts ونمبرز وكده. ممكن يعني ممكن يكون ده منطقي في الناتشورال ساينسز، يعني في الفيزيكس والبيولوجي والكيمستري الحاجات زي ما اتفقنا كوانتيتيف داتا وفاكتوال، وبالتالي طبيعي ان انت يبقى عندك حاجات بما ان اذا خلاص. المشكله عندنا احنا بقى في السوشيال ساينسز، الناس بتاعه الاركتكتشر والاربن والناس اللي هي بتاعه الارت والحاجات دي كلها، انا ما عنديش ده خالص، انا طول الوقت عايشه في شك. يعني لما انا باجي اقرا رساله ماجستير او دكتوراه بكتب دايما على كل الجمل اللي البني ادم كاتبها this is a strong statement, this is a strong statement, this is a strong assumption, this is a strong statement، لان الناس في الماجستير بيكتبوا الجمل كانها حقائق رغم ان هي مش حقيقه ولا حاجه. فبكتب له خفف اللهجه، قول بدل ما تقول ان المدينه الفلانيه حصل فيها كذا عشان كذا، لا حضرتك قول لي قد يكون واحد من الاسباب اللي ادى لكذا هو كذا. انا بخليه يكتبها كده ليه؟
لان الطريقه اللي هو بيكتب بيها سو ديفينيتيف سو سترونج ستيتمنت بتدل على ان هو ما عندوش شك في الحقيقه في الحاجات اللي هو كاتبها. ده معناه ان هو بيصدق اي حاجه يقراها، ده معناه ان هو مش باحث خلاص. فانا كحد سوشيال ساينتست، انا اساسا كنت اركيتكتشر بس انا الدراسات العليا بتاعتي كلها كانت سوشيال ساينس، يعني ايكونومكس وبوليتيكال ايكونومي و اربن جيوغرافي والحاجات دي، يعني رساله الدكتوراه بتاعتي كانت كلها سوشيال ساينس تماما. فانا اتحولت بقيت مهندس سلاش مدرسه دراسات اجتماعيه، فانا بقى عندي فكره الشك دي قويه جدا زياده عن اللزوم، لدرجه ان انا بقيتش حتى في رسائل الماجستير والدكتوراه بتقبل ان الطالب يكتب سترونج ستيتمنتس بالمنظر ده. ودي حاجه انا متاكده انا مش موجوده في اي مهندس، فكره الشك ده اللي هو فكره ان دايما انا بتكلم بسترونج ستيتمنت ما بتكلمش بطريقه قد تقبل الصواب او الخطا خلاص. فاحنا محتاجين نتعود من دلوقتي ان احنا اي حاجه انا بقولها انا لازم ابقى متاكد انها قد تقبل الصواب وقد تقبل الخطا. مفيش حاجه مطلقه، مفيش سكيل مطلق عليا اذا كنت انا صح ولا غلط خلاص. وده بيخليني على فكره مشرفه سيئه جدا ان اغلب الناس اللي انا بشرف عليهم، لان انا بطلع لهم كميه تعليقات مش طبيعيه وبيقعد يصلح في رساله 7 أسابيع بعد كده. حد تاني عنده حاجه؟ طيب المره اللي جايه المفروض هنتكلم في الثقافه بقى، فكره يعني ايه ثقافه اصلا، يعني ايه بني ادم بيبقى بينتمي لثقافه معينه، والثقافه دي ازاي انها متقسمه لحاجتين كور، ثقافه كور اللي هي اللغه والدين والتاريخ، وفي حاجات ثقافه ثانويه ولغه بتكلم معاهم بيها فهو بينتمي لهذه الثقافه، وفي حاجات شكليه للثقافه زي اللبس والاكل والعادات والتقاليد هنتكلم عليها ازاي بقى في كل بلد اثرت على الفن طلعت فن شكله مختلف، وازاي الناس زمان كانت بتعكس الحاجات دي كلها الكور والحاجات اللي هي الشكليه كانت بتعكسها على الفن بتاعها من زمان لغايه النهارده، وازاي دلوقتي بما ان ما بقاش في ثقافه واحده بما ان احنا بقى في انترنت وبقى في انديفيدوليزم ازاي ده برضه اثر على شكل المنتجات الفنيه حاليا، والاقتصاد ازاي اثر الاقتصاد برضه على الفن، في نقطه مهمه جدا فيه ناس القرن دي ظهرت يعني خاطر فكره الاقتصاد اللي بقى ماس كونسومشن والحاجات دي، هنحكي قصص لطيفه مره الاثنين. صب يقطع يا دكتور. صوت واقف عندنا بس يا جماعه. يا جماعة سامعني؟ اه تمام تمام اه تمام يا دكتور. طيب بقول لكم هل الاثنين اللي جاي في حد رفع ايده الاول؟ انا دكتور دلوقتي هو ينفع التيم يبقى اكتر من 12 عشان في مثلا 3 أو 4 لسه ما دخلوش تيمز؟ احنا ممكن نخلي التيمز اصلا من 12 لـ15 عشان العدد كبير قوي، احنا عندنا 700. تمام ماشي شكرا. نعم ماشي. معلش ممكن سؤال؟ هو بخصوص دلوقتي انا عارف ان الدسكشن ده عباره بس ان احنا بناخد منها معلومات بنسال على الحاجات اللي احنا مش عارفينها والكلام ده كله، بس مثلا انا مثلا واحد بذاكر الماده والكلام ده كله ممكن ان انا اسمع المحاضرات بس اللي هي المتسجله يعني كمعلومات وكده ان انا هتسال فيها، ولا الدسكشن ممكن اتسال في حاجه مثلا؟ لا غالبا السلايدز الحاجات الموجوده على اليوتيوب بس هتبقى كافيه جدا انك تجيب درجه كويسه في الامتحان. لو انت مش بتبص على الامتحان بس والدرجات ساعتها، لو انت عايز اكسترا انسايت او عايز تدخل في ديسكشن ساعتها، لكن لو انت بتتكلم على درجات بس اليوتيوب مور ذان انف.
لا انا كده كده بحضر الدسكشن يعني عادي مع حضرتك كل مره وكل حاجه، ولو عندي مثلا سؤال بساله، لو عندي معلومه بفهمها من زمايلي والكلام ده كله. اما انا قصدي يعني وقت المذاكره مثلا، انا بذاكر كده يعني مثلا، فاهم قصدي؟ ف لا ذاكر يعني اليوتيوب يوتيوب هيكون بقى. كافي. حضرتك المذاكرة محتاجة تبص على اليوتيوب مرة وبعدها تبص على سلايد مرة وخلاص كده. الصوت بيقطع يا دكتور، وانا مش عارف عندنا مشكلة ولا ايه. بقول لك في المذاكرة كفاية ان انت تبص على اليوتيوب مرة وعلى السلايدز مرة وخلاص كده. تمام جدا، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. العفو، يلا مع السلامة. عبد الرحمن رفع ايده تاني، اتفضل يا عبد الرحمن. معلش بس هو حضرتك قلت الجروبس 10 ل 15، واحنا لما حضرتك كانت من 10 ل 12 كنا 10، هل كده مجبرين نبقى 12 ولا 10 enough؟ 10 enough، مش محتاجين نبهدل نفسنا ونغير المجموعات خلاص. تمام شكرا. العفو. يلا يا جماعة مع السلامة.